يسعد لي مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر شاشه ال بي سي الفضائيه وروتانا خليجيه بحلقه الثلاثاء اللي منخصصها للحديث عن الام والطفل، وبهالاطار حضرنا لكم العديد من الفقرات والمواضيع اللي ان شاء الله تنال اعجابكم ورضاكم على مدار ساعتين ونص من الوقت. بالفقره المميزه بترافقني زميلتي ساشا. مساء الخير هدى. مساء النور، كيفك؟ الحمد لله تمام، وانا بحيي كل عم بتابعونا على ال بي سي وقناه روتانا خليجيه. نتمنى متابعتكم لنا اليوم بلقائنا، خاصة مواضيعنا بتطال كيفية أفراد الأسرة، فتابعونا لآخر اللقاء. أكيد بالبداية بدنا نرحب بضيوفنا اللي وصلوا لعنا. معنا اختصاصية التغذية زينة الحاج علي. هاي زينة. هاي، كيفك هدى؟ الحمد لله كثير منيحة. ومعنا كمان المعالجة النفسية ريهام منذر. هاي ريهام، كيفك؟ هاي. الحمد لله. شو رح يكونوا أخبارنا لليوم؟ نبلش معك زينة. موضوعي لليوم عن الطفل اللي عنده وزن زايد، وشو الطريقة الصحية لنقدر نساعد الولد يحصل على وزن صحي أكثر لإله بدون ما نتعبه ونزعله. أوكي، وريهام شو الموضوع اللي اخترت لي؟ موضوعي هو 19 تشرين الثاني اللي هو نهار العالمي للوقاية والتوعية من العنف ضد الأطفال. اوكي، ورح نحكي اكثر اكيد بالتفاصيل. رح نبوس مواضيعكم بسياق حلقتنا وغيرها من الفقرات اللي حضرنا لكم اياها، نتعرف على ابرزها بهاللمحة. نتعرف معا على بيروت كوكينج فاستيفال بدورته الخامسة، ومنستقبل ليلا فريم إحدى المشاركات بالمعرض بتصاميمها المبتكرة وألوانها الصاخبة. كيفية العناية بالفرو؟ الإجابة لكل سيدة من الخبيرة في التدبير المنزلي هدى أبو جودي. تخزين الخلايا الجذعية واستخدامها بالعلاجات الطبية، ثورة طبية بتحملنا نحو حياة أكثر صحة ونشاط، بيعرفنا إليها دكتور ألبير عزار. عرض أزياء مميز من المصمم محمد جابر لأحدث مجموعاته على رنوي برنامجنا. والفنانة ريني بندلي بتكشف لنا جديد الخاص بالأولاد اللي عشقوا على مدار سنوات إطلالتها وموهبتها. وشو ما بدك تقول، شو اشتقنا لها لريني بندلي. بالفعل فقرة رح تكون مميزة بحضورها وبحضور ضيوف كتار رح يرفقونا اليوم بلقائنا. نبتدي بجولة على أخبارنا النوعة من حول العالم، وأعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة برج إيفل بفرنسا أنه البرج فتح أبوابه مجدداً للتنين 16 نوفمبر بعد إغلاقه بظل الهجمات الإرهابية اللي استهدفت العاصمة باريس، بناءً على توصية من مجلس بلدية باريس وبعد إجراء عملية تفتيش أمني. وقد أضيء البرج بألوان العلم الفرنسي بالإضافة إلى الشعار الرسمي للعاصمة الفرنسية باللغة اللاتينية وهو ارتطمت ولكنها لم تغرق. كما فتحت أماكن ترفيهية أخرى بالعاصمة الفرنسية أبوابها مثل المتاحف والمسارح العامة بما في ذلك دار الأوبرا، ومن المقرر أنه تستأنف قاعات المسرح الرئيسية اليوم نشاطها. وتعهدت وزيرة الثقافة الفرنسي فلار بلوغلي بإنشاء صندوق طوارئ لمساعدة الأماكن الترفيهية على تحمل تكلفة الإجراءات الأمنية الإضافية. يعني رجعت الحياة لباريس نوعا ما بعد هالعمل الإرهابي، فهيك تعودنا يعني هيدي مزبوط مقاومة للحياة بظل هالظروف الصعبة إن كان عم بتعيشها سوريا، لبنان وحتى مزبوط. فرنسا، ونتمنى أكيد الأمان والاستقرار لكل بلادنا العربية أيضا. أكيد أكيد، خصوصا أنه العديد من الأشخاص بيحبوا هيدا البرج، يعني كثير من الزوار بيقصدوا باريس خصيصا تيكونوا موجودين لزيارة برج. ما بيقدروا يضلون أنه قاعدين ومقفلين، بده الواحد يتكل على الله ويكفي نهاره، لأنه بالنهاية ما حدا بيعرف شو ممكن يصير، ولازم واحد هيك يتكل ويكفي نهاره ويكفي حياته. الحياة بدها صحيح كفي. وفي تشدد أمني دونك هذا يمكن يريح أكثر نفسية الأشخاص الموجودين. الخبر الثاني باش يكون معي عن النجمة أنجلينا جولي وبراد بيت. والنجمة الأمريكية أنجلينا وصلت للعاصمة الإماراتية أبو ظبي في طريقها إلى إمارات راس الخيمة، حيث بيقوم زوجها بتصوير مشاهد من فيلمه الجديد إلى الحرب، وهو من نوعية أفلام الخيال العملي والمغامرات. وأعلنت عدة الديكورات خصيصا لها العمل يلي من المتوقع أنه بينعرض بال 2016. كمان هناك معلومات بتأكد بأن الثنائي براد بيت وأنجلينا وأطفالهم رح يقضوا ليلة في مدينة دبي قبل عودتهم للوس أنجلوس في نهاية نوفمبر الجاري.
وجهه سياحيه مميزه لكن اكيد لهم دبي، خصوصا في ظل هالاوضاع اللي عم نعيشها وعم بيعيشها العالم العربي، فبتكون دبي هي الاكثر امان يمكن وتدعو للطمانينه بشويه استقرار امني. ف بون ديستنيشن يعني بون ديستنيشن، وصار يستمتعوا اكثر بالباكونس اللي أنا كثير بحترمها لأنجلينا، لأنه بتاخذ البلاتفورم اللي هي عندها إياه كشهرة وبتوصل إنه بتضوي على أوضاع هيك throughout الشرق الأوسط، بيقدر العالم كله يكتشف أكثر عنا وعن عن الجانب الإنساني لأنجلينا. بنروح لعندك زينة، شو الخبر؟ موضوعي عن بيت بفلوريدا أو ميبي لازم أقول قصر، معمول على شكل قصر فيرساي، أكثر من 5000 متر مربع، بيملكه روبرت بانير. أخذ 5 سنين لحتى يتعمر، وفيه 11 غرفة نوم و17 تواليت يعني حمام، وبعد وفي حتى صالة عاملينها آي ماكس الوحيدة اللي معمولة خاصة بيقدر 18 واحد يقعد يتفرج على آخر موفي عندهم بالقصر، شو بدهم أحلى من هيك؟ عرض ل 159 مليون دولار. خلص ترينا سو يعني اني ون هو وانتس يلا باس باي. كان اكشلي من قبل بسنه 130 مليون دولار يس ايه، لانه بس ضافوا عليه كثير اشياء، مثلا هلا عم بيعمروا بيتين جست هاوسز، عم بيعمروا صاله تحت الارض للسكي. غير هالمساحه كثير شاسعه، عم يكبروا اكثر. فظيع بس قصر يعني قصر خيالي كامل، قصر الاحلام فيه مضبوط. وحتى السلم الستير كيس لحاله كلف مليونين دولار لانه كله معمول من الرخام. ما بعرف مين بحب مين سعيد الحظ اللي رح يشتري، ما بعرف اكزاكتلي. اوكي، خصوصا في كثير ديتيلز وفي كثير دقه والاركتكتشر اللي معموله فيها البيت كثير مميز. كمان يعني بتنسي بتحسي حالك عايشه بغير دنيا وبتعملي اكتيفيتيز بعدك ضمن القصر. ما ضروري تتركي فيك تضلي عايشه. بنروح لعندك كمان ريهام، خبرينا شو الخبر؟ انا عندي خبريه حلوه، وهي انه مشكله فقدان البصر بطلت عائق قدام الاشخاص اللي بحبوا انه يحضروا موفيز او سينما، فصار في ابلكيشن جديده، هذه الابلكيشن اسمها موفي ريدنج، صار بيقدر بامكان الشخص اللي فاقد البصر انه يكون او المكفوفين انه يتعرفوا على الممثلين على شكل الممثلين، وانه يسمعوا صوت الوصف لمشاهد الموفي اللي عم ينحضر. هذه الابلكيشن او التقديم بتمشي اكيد على اندرويد وعلى الاي او اس، بتقدم اوصاف سمعيه كامله للي عم بيتم عرضه على الشاشه، هذا الشيء بيسمح للشخص المكفوف انه يتعرف على شكل الممثل وانه يسمع وصف لهذه المشاهد اللي عم يسمعها. وتم اختيار تطبيق موفي ريدنج، ومستخدمي التطبيق هو انه يسمع صوت انثوي مقدم للفيلم، يعني لما ينزل الابلكيشن صوت انثى هي اللي بتكون عم تحكي او عم توصف الفيلم. التطبيق المميز للاشخاص يعني صار هيدي فرصه بالفعل انه يقدر يشوفوا ويتابعوا كل الافلام، وحلو هيك الفن السابع صار متاح للجميع. مزبوط، صار يعرفوا التفاصيل مثل ما قلتي، يعني قبل يمكن كانوا يروحوا بس يسمعوا شو عم بيصير بس ما يعرفوا تفاصيل الممثل ايه ولا شيء. فايتس فيري خصوصا للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، سو كثير مهم نفسيا انه ما بيحسوا حالهم، بيحسوا حالهم مثلهم مثل غيرهم. اكيد ريهام هيدا الموضوع، يعني قديش بتحس انت انه نفسيا الولد لازم يكون مرتاح من هالناحيه تيحس حاله مثله مثل غيره من الاطفال؟ اكيد الراحه النفسيه هي اساس لكل الناس مش بس الاطفال، والراحه النفسيه بالنسبه للولد هي بتاثر على كثير جوانب بحياته مثل بحياته السلوكيه، مثل اكاديميا بتاثر كثير على درسه على علاماته على سلوكه بالمدرسه على سلوكه بالبيت، فالراحه النفسيه لها جزء بيلعب جزء كثير كبير بحياه كل الناس. فأحلى اختراع كان الموفينج ريدينج هيدا للأشخاص المكفوفين. ميرسي ريهام، رح ننتقل بعدنا بالأخبار وجولة من الأخبار المصورة مع روبرت باتنسون وخطيبته في حفل لدعم الأيتام والأطفال الضعفاء حول العالم، فهل بالصدفة أم فعلا قرروا؟ خلينا نشوفوا التفاصيل بهالتقرير.
الشائعات التي تهمس مؤكدة بأنهما على وشك الانفصال، أطل الممثل روبرت باتنسون وخطيبته اف كي اي تويكس كثنائي سعيد في سهرة خاصة أقيمت في بيفرلي هيلز، بحيث أبقى روبرت البالغ من العمر 26 عاما يده حول نجمة جلاس أند باترون، فيما انضم إلى السهرة عدد لا بأس به من النجوم أمثال كيتي باري، كيت هاتسون، المخرج لوك بيسون، فان ديزل وزوجته بالوما جيمينيز، والممثل إيوان ماكغريغور، الذين بدوا جد سعداء بالعمل الإنساني الذي يتعاونون لأجله. جميع هؤلاء المشاهير حضروا لدعم مزاد علني يذهب ريعه للعام الثامن على التوالي لحملة تدعى جو، يفاد منها الأيتام والأطفال الضعفاء حول العالم، بحيث أعلن روبرت باتنسون بداية العام الحالي أنه أصبح أول سفير من المشاهير للجمعية، إذ شارك معهم لسنوات كمتبرع وحان الوقت ليضم جهوده إلى جهودهم لمضاعفة فرص الأطفال حول العالم بالحصول على حياة كريمة. ومن أهداف التبرعات في تلك السهرة بناء مدرسة للفتيات في الكونغو وبناء مدرسة للموسيقى في الباراغواي. يعني وجودهم ما كانش بالصدفة، ما انفصلوش بوجود بهيك حفل دعم الأيتام والضعفاء، بعضهم موجودين مع بعضهم. وروبرت باتنسون منحييه على الأعمال الخيرية اللي بيقدمها مثله مثل العديد من الممثلين والمشاهير وأنجلينا جولي، خصوصا بمجال التعليم. حتى أنجلينا يعني قامت بالبناء ودعم مدرسة بأفغانستان للأطفال، وهيدا الشيء كتير مهم مش نحكيه عليه بعد شوية. ريهام، قديش مهم للطفل أنه يكون نحطه على الدرس، وهذا الشيء أكيد بيخليه يطلع من كل المشاكل النفسية ممكن يعيشها. صحيح. هلأ شوفوا التشابه مع كيم كارداشيان. نفس الشيء. نفس الشيء. دايما كتير عندها أحس إنسان دايما بتفاجئنا على الحل بصراحتها، بس لدرجة تقول أنه حملة تجربة بائسة وكئيبة. إذا الولد بعدين سمع هيك بيصير يحس حاله guilty إنه أنا عذبت أمي هالقد. طيب منتابع التفاصيل بهالتقرير. معروفة هي كيم كارداشيان في التعبير بصراحة عن كل ما تشعر به، والأمر أيضا لا يختلف حين يصل للحديث عن تجربة الحمل. فكيم وهي أم لفتاة أسمتها وزوجها كانيه ويست بنورث ويست وتبلغ اليوم عامين تنتظر طفلها الثاني، وعن الأمر تؤكد قائلة: بعض الأشخاص يعتبرون تجربة الحمل تجربة مباركة، يشعرون بالحياة والسعادة، أنا أشعر بالعكس تماما. كيم التي سترزق بطفلها خلال بضعة أسابيع أضافت: كان صعبا جدا علي أن أحمل للمرة الثانية، أحترم تماما الصراع الذي تمر به النساء أثناء مرحلة الحمل، لكن هذا لا يعني بأن علي أن أكذب وأن أقول بأن التجربة ممتعة، أجدها بالعكس تجربة كئيبة وبائسة. في هذه الأثناء ولتخفيف عنها، دعت صديقات كيم نجمة التلفزيون الواقع إلى حفل غداء أقيم على شرفها احتفالا باقتراب قدوم طفلها. وكالعادة لم تختر كيم زيا فضفاضا كما قد تفعل غالبية الحوامل، فهي تحب إبراز منحنياتها حتى مع بطنها المنتفخ. متابعين فقرات برنامجنا مع الشيف وسام شرتوني مثل عادة كل نهار ثلاثة بيرفقنا بحلقتنا، واليوم شو محضرين شيف؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. اليوم عاملين كيك، اليوم اللي بيجي مولود جديد البوي أو جير بيحب يحتفل هو العائلة هو أصحابه، فبيعمل تيم خصص لهالشيء. حبينا اليوم نعمل يوم إتس بوي إتس بوي اليوم. حبينا نعمل تيم اليوم خصوصي للبوي،
مهضوم حتشوفوه هلا. معك الصورة؟ لا ما في صورة اليوم، بس أوكي. حنعمله حنشوفوه كيف الطريقة. اها حنعمل هيك مثل دندوب صغير مع تيتين مع هيك شيء جديد يعني. مهضوم. لو بنعرف عادة الكيكس خاصة بهالتام ولادة جديدة بيشبهوا بعض. صحيح. بتحس الأفكار بتتكرر، اليوم رح نشوف شيء جديد. تقريبا يعني نوعا ما. كيف كان صالون بشوكولا؟ لا كان كثير مميز، عملنا شيء حلو كثير. بدنا نحكي عنه. ايه اكيد اليوم حنحكي عنه. عملنا شيء كثير حلو، عملت دريس شوكولا. انا بعد ما شفته يعني. ما شفتيه؟ ايه اليوم حنحكي عنه بحلقتنا بفقرة خاصة. طبيعي. سو هلا شو بلشنا بالعجينة؟ هلا عملنا أول شيء أول طبقة الكيك. قاعدة، أوكي. وهلا حنعمل الكيك اللي فوق. لبسوا عجين بات فوندون، نشرح شوي عن بات فوندون. هي بات فوندون هي عبارة عن سكر ونشا وجلوكوز، هذه مخصصة للكيك. اوكي. والكولرز هي فود كولرز، نحن بنحط لها الفود الكولرز حسب طلبنا نحن نعمله. اليوم حبينا نعمل الأزرق الفاتح للبوي. وما في شيء بيضر يعني بالمواد اللي عم تستخدمها بال. لا اكيد اكيد، لا كله مخصص للفود كولر. اعطيني الكيك. اوكي. طب تحضير هيك كيك هلا، بعرف اليوم نحن هوا ولايف، عادة قد ايه بياخذ وقت اذا كنتوا بال. نحن هلا اذا بدي احد يشتغل لوحده بالبيت وبده يشتغل اكيد بالبيت هلا حيطلع معه حسب يعني. نحن ايه تفضلي. لا ايه على ايه طول نحن كمحلات كهيك عندنا، نحن بيكون فريق عمل كامل ومتكامل، يعني كل واحد عنده شغله فبيروح مختص فيها بيروح عبر مراحل معينه. ليه؟ لانه عبر مراحل معينه بيكون اسرع، يعني كل واحد بيستلم بشغله توصل اخر شيء الفينشينج بيكون خالص الكيك بوقت قصير. حلو. نعم. قد ايه بعرف سيدات عندهم شغف بتحضير هيك الكيكس مع الاشكال وعندهم كل الادوات كمان بالبيت. اكيد على فكره بلبنان نحن عندنا كثير شاطرين، انا كيك من سكننا تحت بالبيال تعرفت على كم ست شاطرين كثير. حدوك لا هلا لا انا بعمل هيك. لا ما تحدوا، فرجوني على شغلهم فعلا حبيت، يعني في كثير سيدات بحبوا يشتغلوا وعندهم شغف مضبوط. حبيت شغلهم و لا اكيد. طيب رح نتابع شغلك المميز مثل عاده شاف بسياق حلقتنا، اهلا وسهلا فيك. رح نحكي اكثر عن صالون الشوكولا مثل ما ذكرنا. نعم. اول فاصل اعلاني وبعد البريك بننطلق بمواضيع حضرناكم اياها على حلقتنا لليوم، خليكم برفقتنا. صنفي الفرنسية الأصلية من سيدار. أنظمة صنفي من سيدار. صنفي أنظمة ريموت كنترول لجميع أنواع الستائر من سيدار. صنفي مصنوع في فرنسا. ستائر بريموت كنترول صنفي، ضمان 10 سنوات، موجود فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. يرقصني دخل. يستيقظ طفلك راقصا بعد ليلة نوم جافة مع بامبرز، الحفاض الأكثر جفافا في السعودية. رقصني دخلك يا حبيبي. بامبرز. على الأغلب بطلع مع أصحابي على كافيز، لما تحسي بحساسية الأسنان بتضلك متضايقة يعني طول القعدة، بتصيري تنتبهي على شو ما بدك تاكلي شو بدك تطلبي. دكتورة الأسنان سمعني ونصحني أستخدم معجون أسنان سانسوداين، لما استخدمته لقيت بحياتي اليومية صرت على راحتي أكتر. لمسة الأم قد تحمل مئات المعاني، وكامتداد لنعومتها تجاه أحبائها لن ترضى إلا بكلينكس. المنديل الأول والفائز بمنتج العام عن فئة مناديل الوجه في الخليج العربي. كلينكس، المسيهم بنعومتك. كيف جاء؟ من قبل كان أخوي يشتكي من وجع في ظهره وإنه ما هو قادر على المشي، فتخيل هذه المرونة.
الحين صار يستعمل فولترين أمولجن، بعكس المنتجات اللي تسخن أو تبرد البشرة، له مفعول ثلاثي يزيل الألم ويخفف الالتهابات ويسرع الشفاء. فولترين أمولجن، متعة الحركة. أنت ما تنجمتش بسبب صراعات مع مشاهير؟ أنا بنفي، أنا حر. قلتي لا أعرف دوراً ممنوعاً. في نجمات كتير قلعوا، مهما قلعوا ما كانوش نجمات أغرب. الرقاصة ما تقعدش على كرسي المذيع. الإيحاء السيء ده اللي بتلمحي عليه أنا ما كنتش عارف. فشلت جماهيرياً. مين الفشل ده؟ تكلمي عن مين؟ ما حدش نجح زي. موضوع مش كبير أصلاً. بتسمي عدائك لبعض الشخصيات إيه؟ بشع، مش إنسان. سعاد حسني دي في حتة وبقية الناس كلها في حتة تانية. في هذا الإعلان لا تتخيلي رد الفعل ايه. مشاهد ساخنة ولا لا؟ وهم موجودون. لا لا. اذا كان من الموت بد فمن العار ان تموت جبان. مصارحة حرة الاربعاء الساعة 9 المساء على الال بي سي. الفنان نايف الناير يطلق اغنيتين جديدتين، غترة بيضة. غترة بيضة وبنت اسود، فخروني بخروني. واضح كلامي، واضح كلامي. ناري بيننا عتا، احنا انتهينا. متوفر حاليا في اكبر المتاجر الالكترونية. تاج روتانا. عايزك جدع، عايزك برنج على عيالي في الحارة كلها. عشان تعرف تتعامل مع الدنيا دي لازم تاخدها كده زي ما هي على غرامتها. تديك كف وتهدي وتكسر لك عين تعملها الاتنين. مكنتش كده يا سيد اللي جرالك. جرالي كتير، جرالي كتير يا معلم. حواري بوخارست يوميا الساعة 5:30 المساء على الال بي سي. صنفي الفرنسية الأصلية من سيدار. عودة للاستوديو لبداية حلقة مميزة، حلقة الثلاثاء، وأكيد راح تأخذ هذه الفقرة نصيب الأسد لمدى أهميتها. الواقع اللي عم تمرق فيه معظم البلاد بيهدد الحاجات الإنسانية، لاسيما حاجة للأمن والاستقرار بسبب أعمال العنف وفقدان الأهل والأصدقاء وصعوبة الالتحاق بالمدارس. هذا الموضوع باش نحكي عنه بالتفصيل مع نادين جودي، أستاذة جامعية ومدربة معتمدة بالتربية. أهلا وسهلا نادين. كمان رح نسلط بهالفقرة الضوء على الكبار يلي تركوا بلادهم بسبب الحروب وما إلهم نصيب بالمدارس أو التحقوا، لقوا صعوبة بالالتحاق بالمدارس. رح نسلط الضوء على هالموضوع مع عميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية، دكتور وبروفيسور أنور كوثراني. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا. كمان من ناحية أخرى بنعرفوا لبعض يومين، يعني 19 نوفمبر هو اليوم العالمي لمنع العنف ضد الأطفال، كمان موضوع كتير مميز وبهمنا ولازم نسلط عليه الضوء. راح يكون معك هذه الفقرة ريهام منذر، معالجة نفسية من جمعية حماية، وهالجمعية كمان راح نحكيه على أهميتها وعلى أهمية هذا الموضوع في مجتمعاتنا. أهلا وسهلا فيك ريهام. رح نبدأ معك نادين بموضوعنا. نعرفه كما كنت نقول هلأ، في ظل الظروف الصعبة والقاسية بينعدم وجود الأمن والاستقرار عند الأطفال خصوصا، وهذا الشيء ممكن يخلي الطفل يعيش حالة مأساوية وممكن نسميه الطفل المصدوم. كيف ممكن نتعامل مع هذا الطفل وكيف ممكن نحكي أكثر على المعاناة اللي ممكن يعيشها الطفل؟ أول شيء مش كل حدث مرق اعتبرناه قاسي ممكن يشكل صدمة. الطفل المصدوم هو الطفل اللي فعلا عاش بالحدث أو شاف حدث أثر عليه وحس الطفل بلحظة عجز. بس يكون الطفل عاجز عن حماية نفسه هون ممكن تسبب له صدمة. الطفل المصدوم نحن بنقدر إذا بنحكي عن الأطفال داخل المدرسة مع أم، يمكن الأم ما تعرف أنه ابنها مصدوم إلا لبعد فترة، يمكن نحن ما نلاحظ أن الطفل مصدوم إلا بعد فترة من سبب انفعالاته وتصرفه وسلوكه. الطفل المصدوم هو الطفل يلي كان
كان عنده عادة معينة متعودين عليه على نمطه غير فقد عادة كان مكتسبها قبل. هيدا أكثر شيء الأم لازم تنتبه له. الطفل المصدوم هو أكيد عم بيكون عنده قلق وغضب وقلة نوم، عم بيكون أمرار عدوانة، عم بيكون عنده سلوك سلبي بعض الأحيان، صار في عنده تردد، عدم الثقة. كل هاي دول الصفات اللي نحن ممكن الأم تقعد لها تفسيرات عديدة ممكن تكون صدمة. بظل الوضع نحن هلأ إذا كانت فعلا الصدمة كتير قوية، الأم حتعرف أنه ابنها مصدوم، حنحاول نلاقي طرق علاج لحتى نخفف من الصدمة لأنه كل شيء له حل. وريهام يعني الصدمات اللي ذكرتها نادين فينا نعتبرها نوع من العنف الممارس تجاه الطفل؟ هني بشكل عام أنواع العنف هني أربعة. العنف النفسي هي بتجي منهم كمان، الولد لما يشاهد عنف بيكون في إلها تأثير نفسي عليه وعلى شخصيته، فأكيد ممكن تندرج هي مشاهدة عنف. مشاهدة نعم. طب أنواع العنف؟ يس، باقي أنواع العنف كمان فينا نذكرهم؟ ما أنا أكيد في عنا العنف النفسي أو المعنوي، كمان العنف اللفظي فينا نعتبره، في عنا العنف الجسدي، العنف الجنسي والإهمال. في العنف الاقتصادي نوعا ما لما نحرم الاولاد من هو من تحت بيندرج تحت الاهمال. وفي عنف اجتماعي ممكن نقول كمان اذا منعناهم انهم يندمجوا اكثر بالمجتمع او ينخلطوا اكثر، ممكن يكون من خوفنا عليهم، ممكن يكون من السيطره لما يكونوا لي بارون شوي اوتوريتير. صحيح، هن هول الاربع انواع هن جنرال بشكل عام، وتحت منهم بيجي انواع كثير متفرعه ومتشعبه. يعني الاقتصاديه، المشاكل الاقتصاديه وحرمان الولد من بعض الامور، من الحاجات الاساسيه هي بتندرج تحت الاهمال مثلا. نعم دكتور كوثراني، تاثير هالاشكال من العنف او الصدمات والازمات اللي ذكرتها نادين قديش يؤثر على الولد وعلى ادائه التعليمي؟ هي بتيجي بثلاث مجالات، يعني بنجي على الفكره او المواقف او الحركه حسي من السايكوموتو. يعني نحن بالمدارس بدي افصل بين المدرسه وما بين الجامعه. المدرسه اكثر شيء رح نركز على شيء اسمه الفكره، يعني اللي بيشاهدونا هلا بيعرفوا انه بلومز، مش هيك؟ هالفكرة نحن بنشوفنا عن قديش عنده معلومات، قديش التطبيق، بس خليني اخذها شوي من 18 وما فوق. طلاب الجامعة صارت مواقف هلا هون، كيف الاستعداد والتقبل والتقييم او التقويم المواقف تاعوله بالجامعة. نحن عم نلاحظ كثير اكثر شيء بيرجعوا على الجامعة عنده مشكلة المواقف، هي الاتيتيود. من هون بنشوف نحن بالتشخيص من الامتحانات بنعرف نحن قديش له تأثير على المعلومات المعرفية اللي بنشوفها نحن بالجامعات، خاصة بالامتحانات الدخول عنا. هيدا من الجهة الأولى. من الجهة الثانية هلا صارت ممارسة الدرس هلا هون لما حكوا الزملاء إنه على الأنواع، إي بس بتعرفي إنه بعد 15 يوم في نوع، بعد 30 يوم في كشف، وفي بعد 6 أشهر كشف، لتعرفي قديش المراحل. أكثر شيء هي أول 15 يوم لازم ما عنده إدراك ليكشف إذا عنده هو بوست تروماتيك ستريس ديس أوردر اللي كان عم يحكي عنه الزملاء. طب نادين، نعرفه في ظل كمان كوارث الأزمات اللي ممكن يعيشها الطفل بتهدد حياته بقلق، بخوف، باكتئاب، نفسيته بتكون منهارة، هون وين المساعدة؟ يعني كيف بيتم مساعدته؟ من الأشخاص اللي لازم يلجأ لهم تيتخلص من هذا الشيء أو يتجاوز هالمرحلة؟ خلينا دايما نخفف الحمل عن الأم يلي هي دايما عم تعطي الدفء والحنان والسلام والاحتضان لتخفف من أي مشكلة. خلينا نحن نحط التقل علينا بالمدرسة. ممكن نحن بخلال برامجنا يلي هي عادي نزيد عليها بعض الأكتيفيتيز والأنشطة اللي بتخفف من الضغط النفسي اللي عم بيعاني منه الطفل، اللي هو ممكن ما عم بيعبر عنه، يمكن تعرض لصدمة بس ما عم بيعبر أو ما اعترف. فكل شيء هذا داخله، نحن ممكن نعمل أنشطة تفريغ الطاقة اللي عنده، ممكن من خلال الرسم نعطيه أكثر شيء، نكتر الرسم لأنه الرسم هو عم بيعبر عنه، هو عم يرسم، نسأله شو رسمت، أكثر شيء رسومات عم بتكون عن حالة الدمار والخراب اللي عم بيشوفها، ممكن يرسم حاله صغير معناتها هو ما عنده كثير ثقة بحاله، يرسم حدا كثير كبير، يستعمل الألوان الغامقة. من خلال الرسم والتعبير عن الرسم هذا إحدى النشاطات اللي نحن خفيف ونظيف وبيعبر وله كثير أهمية نفسية. ممكن من خلال التمثيل ولعب الأدوار شخصية ممكن تكون في كتير حلول اللي هي المحادثة، أبسط الأمور المحادثة، وبنسأله أسئلة مش مغلقة يعني جوابها إيه لا، نسأله أسئلة مفتوحة لحتى يعبر، بقول له إذا رفيقك بكي حاول انقل الموضوع عنه لعن رفيقه، إذا رفيقك كان عم يبكي، إذا رفيقك تعرض لمشكلة، لأنه أحيانا ما بحبوا يعترفوا بالمشكلة اللي عندهم إياها. هذه الأمور اللي هي كتير عادية ولكن اللي بصير خليها تكون سبيشال أكثر هي طريقة الحوار، طريقة التقبل، ودايما نعطيه مجال إذا بده يحكي يعبر الوقت اللي بده، وإذا سكت
نعطيه مجال قبول نحن، لانه فتره الصمت بعض الاحيان بيكون عم بفكر شيء اكثر باعماقه، فنحترم امتى حابب يعبر امتى ما حابب يعبر ونعطيه الانشطه البسيطه اللي حكينا عنها. طب ريهام، التدخل من قبل جمعيه حمايه اذا كان عم يمارس يعني شكل من اشكال العنف كيف بيصير؟ احنا في عنا بحماية برنامجين نشتغل عليهم، اول برنامج هو ريزيلينس او المرونة، برنامج المرونة، ثاني برنامج هو التدريب والتدخل، برنامج التدريب. برنامج التدريب هو بيشتغل مع الاولاد مع الاهل ومع المدارس، بكون عم يدربهم على شو هو التواصل اللاعنفي، شو هو انواع العنف، بكون عم بيعلم الولد كيف يقدر يحمي حاله كرمال ما يصير معه شيء، كرمال يعرف كيف يقول لا. برنامج الريزيلينس في عنده نوعين، او المرونه والحصانه، بيكون في عنده نوعين من التدخل. في عندنا التدخل الداخلي اللي هو بمركز حمايه الداخلي اللي بيستقبل المراهقين من عمر 12 لعمر 18 سنه. هودي الحالات او المراهقين بيكونوا عايشوا فترات صعبه، بيكونوا عايشوا وحده من انواع العنف او كذا نوع عنف. العمر 18 سنه بيظهروا من المركز، بيكون نعمل لهم لايف بلان ليكونوا عم بيقدروا يظهروا ويشتغلوا ويتعلموا ويكونوا عم بيعيشوا حياتهم مستقلين من دون عنف. الطريقه الثانيه اللي مدخل فيها بالريزيلينس هو من برنامج النفس الاجتماعي او سايكو سوشيال، يكون في اخصائيه اجتماعيه واخصائيه نفسيه عم يتدخلوا مع العائله ككل كرمال يحلوا مشكله بديناميكيات العائله، مبركه مع الولد بشكل خاص ومع الاهل كمان، كيف اساليب التربيه المثاليه مع ولدهم، كيف لازم يتعاملوا معه، ومع الولد كيف بيقدر يتخطى المشكله والعنف اللي هو عايشه. بالنسبه للكبار دكتور انور واللي اضطروا انه يتركوا بلدانهم من وراء او من جراء الحروب، شو هو برنامج الدعم اللي حطيتوه واللي يسعى من خلاله المعلمين انهم يهيئوا الاولاد لهالمرحله؟ خليني اقول له هالسؤال له شقين. كلمه دعم هي خدمه للطلاب تتطبع على الطلاب بالمدارس، student support service. اما الكبار بنسميها تيسير، facilitation. يعني اللي عملتوه هلا انتم هلا بهالنقاش او بالحوار كنتوا عم تعملوا facilitation، بتطبق نفس الشيء بالجامعه. يعني استراتيجيه مستعمله قبعات، هلا كنتوا لابسين قبعات انتم هلا مختلفه، يعني ست انواع مختلفه. حضرتكم عم تسالوا اسئله انتم تحليليه صح؟ يعني هذا عم تستكشفوا انتم، هي قبعه السوداء بنقلها، بنخليه للطالب يسال، خليه دائما يطلع من عنده. نادين كانت عم تعطي معلومات، يعني كانت عم تعطي قبعه شو؟ البيضاء. اما زميلتنا ريهاب كانت عم تعطي هي شو؟ تحليل بالمضمون، صارت هذه قبعه شو بنسميها نحن؟ الازرق لما بنقول تحليل. هلا لما بتشوف الاشخاص مين بيكون عنده ابداع اكثر بيناتنا هلا؟ اخذ قبعه الخضراء. وذلك الامر هيك بيكون، يعني انت عم تعمل جلسه هيك بدها تكون بالجامعه، ما عادش بقى صارت محاضره. دكتور انور، نحن خضعنا لدوره تدريبيه اللي عم يحكيه هو اللي دربونا عليه نحن، كيف بدنا ندرب اساتذه يشتغلوا مع اطفال نازحين، مع اطفال لاجئين، مع اطفال تعرضوا لصعوبات. صحيح. التكنيك اللي دربونا عليها اول كلمه اللي هي تو بي فاسيليتيتور، لحتى نكون نحن عم نسهل تقبلهم بالمجتمع ويحسوا بالامان. فالبروجكت اللي عم نحكي عنه بالال اي يو هو بيرتكز على القبعات اللي هلا نحن طريقه غير مباشره طبقناها. انتم طبقتوه هلا، انتم قاعدين هلا بهالجلسه، هي اكثر شيء بدها تكون عامله مجموعات، يعني مرق سلايد هلا، والمجموعات بدها تكون تفاعليه، يعني أوكي. في كثير ناس بتفكرت عمل مجموعات بيجوا مع بعض، لا، هي لازم تكون كوبريتيف بنقول لها او كولابوريتيف. هلا لازم نشوف جاكسو بعد هيدي السلايد. هي بتساعد، يعني انت حضرتك هلا كيف قسمت الاسئله؟ هول الاسئله انت عم يوصل لك هالاجوبه لتعمل توليفه المعلومه، هي اللي نحن بنعملها بقلب الجامعه، وهذا ارتكزنا نحن عندنا 22 استاذ دكتور ليخضع لهذا المشروع، لنقوم بمشروع اول مره بصير بلبنان، ما بعرف بعدين بحكي عنه، وبعدين بحكي شو انعكاساته على الطلاب، بس حاليا عم بحكي الطلاب السوريين اللي اجوا لنا بهالطريقه نحن عم نشتغل. هون بلشنا نشوف، هون بلشنا الدورات انه فيها مع اجينا من لندن عبر ليزر ولدار اجوا وعلى الجامعه اللبنانيه الدوليه، هيدي من احلى التقنيات هي شايفينها اسمها دايموند 9 كالمازه، هون بتعطي كل واحد يعطي فكرته الاولويه ثم الاهم ثم المهم او شيء. بس بطريقه هيك ذكيه. صحيح. عم توصلوا للطلاب لانه بنعرف الطالب اللي عم بيعاني من صدمه معينه، حاسس حاله ببلد غريب، مش من بيئته، مش المجتمع تعود عليه. نادين وريهام سلطوا الضوء على هالنقطة، انه كيف بعطي هو يطلع يحكي يعطي احاسيسه هو يعبر، هيك نفس الشيء طريقة تفاعلية، طريقة تفاعلية، وبخلي المضمون هو شو رأيه فيها وعم مرق له بدون غير مباشرة هالمعلومات. طيب شو تقييمكم
شو تقييمكم للي شو استنتجتوا؟ بالضبط هالتدريب اللي عملناه نحن على الارض هي التقييم بدها تكون من المشاهده. من هون ببلش بيسموا روبريك بنحطها نحن ونشوف نعطي العلامات، بس نحن بنشمل العلامات، عم نطلع قد ايه تاثيره بالتنظيم للمعلومات وليس المعلومات، لانه بدنا نرجع له الثقه بحاله نحن. نحن نحكي بالثقه. تسديد ثقته بحاله. حتى البروجيكت اللي عملوه يعني في كتب خصيصا لهذا البروجيكت لحتى نكون ننزل شوي لمستوى، يعني اوريدي هو لاجئ، اوريدي عنده اختلاف عادات وتقاليد وبلد ثاني وما عنده بيت، نزيد عليه عبء كمان بالتعليم، فعملوا له منهج على قياسه وعلى قياس احتياجاته لحتى ما نزيد العبء النفسي، يعني نحن عم نقدم شيء اكاديمي ولكن سلطوا لنا الضوء اكثر شيء بالبروجرام كيف نشتغل على العامل النفسي اللي هو اول شيء تقبله بالصف بالليفل اللي له بمستواه اللي له، ونمشي نفتش على الشيء الايجابي دائما مش على الشيء السلبي، يعني ما كان هدفنا العلامات يعني. يعني بديش اخذ دور اخر يعني عن الزملاء، هي نحن تكييف ادابتيشن، نوعين من التكييف، يا بضلي على الهدف بدي اياه بس بقلل من المضمون، او بنسميها موديفيكيشن، بغير الهدف كله وبطير كل المضمون كله. نحن لا ارتقينا نضلنا على نفس الهدف، بس شو عملنا بالمضمون؟ نزلنا من شو صعوبة المضمون بالتعاون نحن فريق عمل من لندن، نفس المواد ضلت نفس الأهداف، بس رح تلاحظوا مع فرحة إذا سلايد مرة أن الكتب بلشت تكون لتلامس مستوي هون، لنقدر نعرف نحن نستعمل استراتيجية، بس عندنا 9 استراتيجيات فيهم هيدي، يعني هلا بدها حلقة طويلة نحكي عن استراتيجية. طب ريهام، أنتم بالجمعية حماية هل بتعتمدوا استراتيجية معينة كمان لمساعدة الأطفال اللي عم يتعرضوا للعنف؟ معنفين. أكيد معنفين. كل حالة بالنسبة لنا هي It's a special case، كل حالة في عندها استراتيجية معينة بنكون عم نتدخل فيها، ما في عندنا استراتيجية واحدة بنطبقها على كل الحالات، لأنه بناخد بعين الاعتبار خصوصية الولد، خصوصية العائلة، شو هي المشكلة اللي عايشها، شو هو نوع العنف اللي عايشه، مع مين الولد هذا عايش، سواء كان عايش مع يمكن مش مع أمه وبيه، يمكن عايش مع قرايبينه، فكل حالة في عندها خصوصية، في عندها استراتيجية معينة بندرسها، بندرس ملف كل ولد وعلى أساسها بنطبق استراتيجية. طب كجمعية حماية ريهام، يعني الولد المعنف من قبل والده من قبل والدته، هل بيرجع على البيت بعد فترة إعادة تأهيل للأهل ولأله من كل الجوانب، ولا كيف بيصير؟ يعني التطبيق على الأرض كيف تتدخلوا هون؟ هو لهنا لما يجينا تجينا الحالة، أول شيء بندرس الملف لنشوف هذا الولد لشو بحاجة. أول شيء إذا كان في عنا درجات من الريسك، في عنا لو ريسك، ميديوم ريسك، وهاي ريسك. إذا الولد كان عنده هاي ريسك ومنعرف إنه الأهل يمكن صعب إنه، أو مش بس الأهل، يمكن المجتمع أو المحيط اللي هو عايش فيه يمكن صعب إنه يقدر يتغير، فساعتها منجرب منروح على القضاء، منعمل ملف حماية ومنحوله عند قاضي الأحداث، وقاضي الأحداث هو اللي بياخد القرار بهيدي الحالة. إذا كانت ميديوم أو لو ريسك، ساعتها نحن منجرب نتدخل مع المحيط، ندخل مع الأهل أو ندخل مع المدرسة لنخفف هالعنف اللي عم بيعيشه الولد. في حال كمان وصلنا لحيط مسدود كمان بنرجع بنوصل بنجرب قد ما فينا ولفترة طويلة أن نكون نشتغل مع الأهل ومع المدرسة ومع المحيط. إذا وصلنا لحيط مسدود بعد فترة طويلة كمان بنرجع بنحول لملف حماية. نرجع لعندك نادين، حكينا شوي عن الأطفال اللي متعرضين لصدمة من وراء الكوارث الأزمات، كمان حكينا مع الدكتور على الكبار اللي يمكن تركوا بلادهم بظل الظروف القاسية والحروب. كمان الطفل بنفس الوقت، في الأطفال اللي ممكن بيكونوا فقدوا شخص عزيز عليهم وعم يستمدوا هالقوة وهالإرادة من هذا الشخص اللي يكون مقرب لهم، هذوم الأطفال كيف ممكن نتعامل معهم؟ هل عندهم ستانكا سبيسيال بنعتبره بيختلف عن غيره من الأطفال اللي متعرضين لأزمات؟ هلا هو كيس خصوصا كيس تقل ثقته بنفسه، هي هي الفكره. شو ما كانت الكيس، ما لازم نحسس الولد انه هو سبيشال كيس، لانه بتزيد عنده يمكن الحاله الكآبه، الدلع، القلق، بصير في عنده تعلق بطرف ثاني، ما لازم نحسسه، هي فعلا كيس معينه، خاصه انه فقد حدا كثير عزيز على قلبه، ولكن ما بنحسسه للطفل بهيدا الشيء، بدنا نخليه يحس حياته طبيعيه، بدنا نحاول حسب باي مرحله عمريه هو بيعرف الخير من الشر، بيعرف شيء عن الموت، حسب باي حاله عمريه، بس نحن دائما بنحاول دائما نحطه مع حدا مرق بنفس الحاله لحتى يحكي، لحتى نشوف كيف عم يتعاملوا مع بعض، بدنا نراقب سلوكه. ما فيني اقول لك في هيدا الريسيبي لهيدا الولد او هيدا العلاج لهيدا الولد، كل ولد حسب قديش في اهتمام من اهله، الصدمه كمان بشكل معين وين راح، شايفه للصدمه مباشره ولا سمع عنها. امرار نحن هلا الاولاد عم نقول نحن حاله وفاه او صدمه، نحن هلا الاولاد اللي قاعدين بالبيت عم يحضروا تلفزيون
عم بيعيشوا القلق والتوتر كأنهم عايشين بالحالة الانفجار أو حالة المشكلة. فهون الأهل قديش بيلعبوا دور، قديش بيضخموا الأمور، لأنه التوتر هو مثل العدوى بينتقل دغري. فنحن لازم نخفف من هذا الشيء. نحن دورنا دايما منقول أكثر شيء نحن بطرق كتير بسيطة، اللي هي القصص، ممكن قصص كيف تحمي حالك، قصص عن حدا خسر شخص وشو كيف انتهى انه هو عايش حياة سعيدة. دايما نفرجي النموذج الإيجابي لحتى نعطيه الصورة الإيجابية عن الحياة، رغم انه هو فعلا عايش بحياة مأساوية. دايما بدنا نكون نحن الشيء الإيجابي ونعطي البوزيتيف سبيريت حتى النقاط الإيجابية. دكتور كوثراني، بالعمر يعني تحديدا اللي ذكرناه ولطلاب الجامعة، بتعرف بيكون عامل انتفاضة على المجتمع، كيف إذا كان يعني ببلد تاني. الكتب اللي ذكرته نادين المساعدة للولد صارت متوفرة على قد احتياجاته لإلك صار متوفرة بلبنان بعد كتير من الجامعة. بس أنا بكل فخر باعتزاز بقول لك بتصديق من لندن الاتحاد الاوروبي والجمعيات اللي تعاملنا معه، الايو جامعه لبنان الدوليه اول جامعه على الارض هلا اشتغلت بهذا الاتجاه بهالمقاربه، وهي تجربه جديده لنا. قلت لك نحن عم نشتغل عادي، عم نستقبلهم عادي طلابنا باندماج عادي، بس هلا لا، عندنا 150 واحد جاي هلا، هال 150 بدهم ينزلوا ولمعلومه بدهم يروحوا يدربوا هلا اساتذه، لان عندنا 400,000 سوري من 6 سنين ل 11 سنه 200,000، ومن 12 ل 18 200,000، فبعد ما استوعبت المدارس اللبنانيه فهو رح يروحوا على الخيم. عندنا 150 نحن رح نروح ندربهم، كل اللي ذكروهم بدهم يندمجوا يكونوا متداخلين بقلب هذا البرنامج. نفرد لهم نوع، اول شيء نحن بلشنا بالجامعه لبنان الدوليه ليبلشوا نشوف، ونحن اتفقنا 22 رح ننزل على الارض نواكب هالشيء. انه كيف انت حننزل على الارض دكتور انور؟ نادين من ضمن الاساتذه رح تكون نادين كانت من الاشخاص هلا في شروط معينه او في لمين الاساتذه؟ تفصيل معين للاساتذه المشاركين، يكون عنده تربيه قبل ما يكون عنده شو طريقه تعليم، كان عم يكون عنده education. هذا اللي نحن الفريق اخترنا الاساتذه، اخترنا 22 واحد كانت نادين بيناتهم. يعني انا مفتش كنت على education مش على teaching، هي اول شيء لازم ناخذها بعين الاعتبار. ثاني شيء هلا لما حطينا هالبرنامج انا انفجأت، انا واحد من الاشخاص تدربوا معهم مثلي مثلهم على الارض، اوف لقيت طرائق مختلفه. اللي عم تحكي على الانتفاضه، نعم عم نعلمه كيف يدير ازمته ليكون قيادي بعدين، لك من الجملتين مانجينج اند ليدرشيب، يعني يعرف ياخذ القرار الصحيح وياخذ كيف يدير الصح القرار. الكلمتين هو اثنين بيختلفوا. سو هيدي نحن بلشنا بثلاثة أربعة شهر، وعلى فكره كنا في مجموعه جامعات فاتت بهالمناقصه تست علينا، بلشنا ثلاثة أربعة التدريب. تنين إن شاء الله بلش أول يوم بالخيارة بالبقعة بترابلس، لأنه هونيك التقل أكتر شيء. والجمعة يعني هون بيختصر لي الفرصة وبعزمكم مباشرة على جامعة لبنان الدولية بجبل لبنان، الافتتاح رسمي راح يكون من الساعة 1 للساعة 2:15 بكل هيئات يونايتد نيشنز راح يكونوا موجودين معنا. ريهام، إذا بدي أسأل سؤال أخير، بما أنه حلقتنا فقرتنا ما بعد لها كتير، أسباب تزايد العنف ضد الأطفال ممكن شو هي؟ ممكن تكون أسباب ونعرفوا اللي نتائج كتير وخيمة، والعنف بيعتبر وباء عالمي، يعني عم بيعيشوا الطفل حرام بهالظروف. هل السبب هو بيرجع لأسباب اقتصادية؟ هل السبب هو الأساليب والمفاهيم الخاطئة للتربية أو قلة الوعي مثلا عند الأهل؟ كيف ممكن تفسر؟ أو أنه الدولة، لمين بدنا نوجه أصابع الاتهام اليوم؟ للدولة، للمجتمع، الانفايرمنت اللي عم بيعيش فيه الطفل، أم للأهل؟ هو ما في سبب واحد بسبب العنف، وما فينا نوجه أصابع الاتهام لجهة واحدة. كل نوع عنف في عنده سبب مسبب مختلف. في عنا الضرب هو جاي من يمكن عقلية، يمكن تكون أنه نحن معودين أنه بركي الأهل كانوا ينضربوا ببيوتهم فبيضربوا أولادهم، اشياء موروثه من الاهل ومن الاجداد. في عنا المشاكل والحروب اللي عم بتصير بالعالم العربي كمان، هذا نوع من العنف اللي حكيت عنه، انه مشاهده العنف لما عم بيشوفوا هيدي الحروب. فهيدي الحروب نحن مش بالسهل انه نقدر نتخلص منها، وانه ما فينا نلوم بس هذا هذا الموضوع. في كمان عنا الاوضاع الاقتصاديه اللي عم بيضطروا بعض الاهل انه يهملوا اولادهم شوي اقتصاديا او بالعلم، لانه ما هم قادرين يتكفلوا فيهم بالمدارس او بركي بالجامعات. في عنا كذا سبب حسب نوع العنف اللي عم بيعيشه الولد.
19 شهر الحدث اللي عم تتحضروا له، بس نحكي عنه بشكل سريع قبل ما نختم فقرتنا. 19 تشرين الثاني هو النهار العالمي للوقاية من العنف ضد الأطفال، إجا بالتآزر مع 20 تشرين الثاني اللي هن 20 نوفمبر هو النهار العالمي لحقوق الطفل. فبعام بال 2000 يعني من 15 سنة قرروا إنه هذا النهار يكون عم بينحكى فيه عن العنف ضد الأطفال وكيفية المحاربة. نحن بحماية كل يوم بالنسبة لنا 19 تشرين الثاني هو منه نهار واحد بالسنة، كل النشاطات اللي منقوم فيها على مدار السنة هدفها إنه نوعي كل الناس شو هو العنف وإنه العنف موجود وكيفية إنه الأولاد يقدروا يدافعوا عن حالهم، كيف يقدروا يتواصلوا بلغة اللاعنف. هلو نادين، في شيء بتحب تضيفيه؟ بحب ضيف إنه نحن بلا جمعية حماية والمدارس الصغار والجامعات الكبار ما فيكم في عنا مجتمع بيسبول عنده سلام وعنده محبة. ف نحن عم نتعرض للأزمات غصبا عنا، ولكن فينا نحولها شوي تكون نتقبلها بطريقة إيجابية. فكلنا لازم نتعاون حتى معكم ونقل الصورة الحلوة والبرامج الحلوة، نقدر نرسم البسمة على وجوه الأولاد صغار وكبار. وأكيد احنا كلنا إذاني صاغية لهيك نوع من المواضيع، وبهمنا كتير هيك مواضيع نسلط الضوء عليها ببرنامجنا توعوية أكثر. شكرا لك دكتور كوثراني، كل التوفيق للبرامج القادمة. نادين مبسوطين كتير فيك ومنفتخر كمان فيك حتكون من ضمن الأساتذة هيك تتواجدي على الأرض. ريهام تحية لكم لكل المتطوعين بجمعية حماية وكل التوفيق ل 19 شهر. أهلا وسهلا. دقيقة قليلة مع الأهلين ونتابع بعد الفاصل إلى عالم التصميم مع ضيفتنا ليلى فريم، فكونوا على الموعد. صنفي الفرنسية الأصلية من سيدار. حنطلع رحلة العمر وأبغى أفراد عائلتي يستمتعون بكل لحظة، ولكن لما يصيبني الزكام ما أقدر أركز. كن مستعداً طوال 24 ساعة مع بنادول كولدن فلو للنهار الذي لا يسبب نعاس، وبنادول كولدن فلو الليل لفعالية تامة تساعدك على تخفيف أعراضك الجسدية لتستعيد تركيزك خلال النهار وترتاح خلال الليل لتستمتع مع الجميع في اليوم التالي. بنادول كولدن فلو، لما يختفي الزكام ترجع الحياة لطبيعتها. لمسة الأم قد تحمل مئات المعاني، وكامتداد لنعومتها تجاه أحبائها لن ترضى إلا بكلينكس، المنديل الأول والفائز بمنتج العام عن فئة مناديل الوجه في الخليج العربي. كلينكس، المسيهم بنعومتك. الفنان نايف النايف يطلق أغنيتين جديدتين، غترة بيضة غترة بيضة وبت أسود، بخروني بخروني واضح كلامي واضح كلامي، ما بي بيننا عتا احنا انتهينا. متوفر حاليا في أكبر المتاجر الإلكترونية تاج روتانا. حساسية السنين شيء كتير ثقيل، بس واحد يمرق فيه لأنه بيحد لك كتير من حريتك بالأكل. بحثت عند حكيم ونصحني بسنسوداين، بوثق فيه لمعجون السنين لأني جربته. ترجع إنه ثقتك بحالك وبرفقاتك وبحياتك الاجتماعية. كنت متجوزة قبل كده؟ أبدا خالص. كنت مقاس بس يا أمين تفرحوا طبعا بيا، انا بحب الجو. حلم وانا صدقت حلم. رجاله الضعاف بيخافوا مني، انا ما عنديش الجرأة ان انا اعمل كده. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين يا استاذ. يا ساتر يا رب. انا شاكر يغني يا دنيا، كنت هلطم والله العظيم. تفرحي لما تزعجي الصبر. اللي بتكسف منه في الحياه مش هتعمل قدام الكاميرا. لا انا ما بحبش الراجل قصير. انا عمري ما اشتغلت في نايت كلاب. عندي حاله جنين. الحريم أسرار، الجمعة الساعة 9 المساء على الـ LBC. عليك يا لميالي. ما شاء الله انت تقدمت جدا. ايه ده؟ ليه هبلت كده ليه؟ ايه ده؟ احنا في البلاط، احنا في البلاط. ايه ده؟ مالا تعامل عيني مرة واحد من ثلاثة استنصاد.
انا مش قدها خلاص. اوبا اوبا دودو اوبا دودو. شربت مقلب شربت مقلب احلى ضحكه في مصر. سهرة السبت على الـ LBC. متابعين معكم مشاهدينا باستقبال ضيوفنا وفقرتنا التالية بشكون عنوانها الجرافيك ديزاين، ومعنا ضيفتنا ليلى مارون فريم. أهلا وسهلا فيك ليلى. مشهور أهلا مرة منيحة. طبعا أكيد قبل ما نفوت هيك ونغوص بتفاصيل عالمك تبع الإبداع والابتكار، خلينا نحكيه على مشاركتك. كان لك مشاركة أنت بالكوكينج فيستيبل. إحنا وكاميرا بيروت كانت موجودة بالكوكينج فيستيبل، وزميلتنا كارولين سركيس أكيد عملت جولة بهالمعرض وجبت لنا هذا التقرير. خلينا نشوفه مع بعضنا. عاد بيروت كوكينج فيستيفال هذا العام أقوى من الدورات الماضية من خلال أكثر من 100 مشارك، فتجاوز عدد الحاضرين 4000 شخص. شركة هوسبيتاليتي سيرفيسز المنظمة للمهرجان خاطبت هذه السنة كل عشاق فن الطبخ من خلال برنامج أوسع وأغنى لنشر الذوق اللبناني وتنوع التراث وتعريف اللبنانيين على أذواق أخرى. ما شايفين اليوم بسم الله عليهم، يعني الستاندات اللبنانية والأجانب كمان عم يغرونا، يعني قد ما فينا نضبط حالنا مندو الاشياء الطيبة ما قادرين. لازم على طول يكون عنا معارض للعالم تضلها مبسوطة، خاصة بالاشياء اللي فيها افادة واستفادة. ف اتس نايس، ان شاء الله هيك على طول بضل لبنان موجود بالايام الحلوة، وان شاء الله انتم على طول تضلكم نوارين. بحب برنامجكم كثير. نحن كل شغلنا بقلب البيت، نطبخ بقلب البيت ونوع اكلنا بيتي. الحدث البيروتي استمر على مدى 3 أيام مليئة بالمأكولات والمشروبات اللذيذة من مختلف مطابخ العالم، وتضمن أقساما عدة تتنوع بين الأطعمة المحلية والأجنبية والحلويات والمأكولات الصحية، وقسما خاصا بالمشروبات وآخر بأصول الأتيكات واللايف ستايل، فضلا عن مطبخ للأطفال يعلمهم كيفية تحضير أطباق معينة ومساحة خصصت لتوقيع كتب طبخ. كل سنة عم بيكون أحلى، الناس عم تتعرف علي أكثر، عم بيجيوا أكثر لهون. ومن بين المحطات اللافتة في المهرجان الوقت المخصص لتذوق أنواع مختلفة من أجود أنواع زيت الزيتون. كتير منيح، بجنن، كتير حلو، والإقبال كمان كتير حلو. وبتعرفي كل سنة بيكون على أوسع، هو معرض يمكن هاي الرابع سنة أو خمس سنة، كل سنة بيكون على تطور أكتر وكتير مبسوطين والأجواء كتير حلوة. في أشياء كتير حلوة، بدل في تجدد لازم الواحد يدل يتجدد بكل شيء، مثل بعقلاته بأخلاقه كمان بهالأشياء الحلوة لازم يدل يتجدد. الزبون بيجي بنقي الوزرة اللي بده إياها، ونحن دغري منطرز اسمه بستوند بأقل من 10 دقايق. كتير حلو، بعقيد وكتير طيب، كتير حلو المعرض وكل شيء مهضوم فيه. لم تقتصر مشاركة الجمهور على مشاهدة كيفية تحضير الأطباق والمشروبات، بل أسهمت في العملية أيضا كما تعرفوا إلى أحدث منتجات شركات رائدة في هذا الميدان. العديد من الشركات الرائدة في هذا الميدان كانت موجودة بكوكينج فيستيبل، كمان ليلى كان لك مشاركة، خبرنا عنها شوية قبل ما نشوفوا الابتكارات. كانت مشاركة كتير حلوة، أول سنة أنا بفوت في كوكينج فيستيبل، فاتي بغير معارض معهم كمان، هن كتير بروفيسيونيل، بس هيدي مميزة. ليه؟ لأنه بتتعاطي كتير مع شركات، مع تريتر، مع مطاعم بيطلبوا مني كونتيتي، يعني غير مشاركة الجاردن شو وغير معارض، كانت كتير حلوة لإلي. وليلى خصيتي مجموعة خاصة لها المعرض، يعني مجموعة جديدة؟ أكيد، على طول أنا بدل في تجدد بالشغلة، ما بعمل قطعة مثل التانية، على طول بدلني اخترع أشياء. شو أكثر آيتم تشتغل عليه؟ يمكن الإزاز، البورسلان، ولا كل شيء؟ كل شيء، كل شيء. وقت بتطلع الفكرة يعني
يعني بتكون بورسلين، بتكون ستانلس، بتكون عن حيث كله دغري، يعني كله ماشي، كله رسم ماشي كله. طب كيف بتستوحي بما انه الفكره بتطلع الفكره هيك ليكي بتعرف من وحي الخيال او في ريسيرش او في تيم معين او حسب ليكي الفكره هي بتطلع، يعني مثل ايام بكون نايمه بتطلع الفكره دغري بحققها لان بتروح الفكره من كل شيء، يعني حدك بستوحي. بتعرفي لبنان بلد ملون، بلد حلو، بلد حلو الواحد يعيش فيه من كل شيء، خصوصا هلا اكزامبل الزباله، انه من الزباله فيك تستوحي تابلو بعقد ابستراكسيون مع الوان حلوه مع هالكلس المكبوب فوق الزباله. بس شكلك بتحب الالوان يعني لانه تصاميمك كلها كولورفل. انا بركز كثير على، وهيدا الشيء اللي بيميزني عن غيري، يعني بركز كثير على الالوان الكومبليمونتير، يعني الاضداد الالوان الاورانج مع البلو، الاخضر مع الاحمر اللي بيعطي كثير افيه من بعيد، كثير هاو بركز عليهم وبعلم مثل مين زي يركزوا عليهم كمان. يعني لأن مدرسة بالجامعة. نعم نعم. أوكي خلينا نشوفهم أكثر. نتسلى بالآيتمز وهيك مننبسط بهالسيجمنت أكثر. قديش ليلى بتحس لأنك سيدة بتفهمي كمان احتياجات السيدة بالبيت فهم. شو؟ سو بتنقي كل شيء براكتيكال وهيك مع تاتش عصرية وحلوة. أكيد يعني بحب الأشياء الأوريجينال، الألوان اللي بلعب عليها، فما فيها ست إلا ما تشتري، بتجي مثل بتستحلي هالفنجين القهوة الملونين لأنه أنا من عشاق القهوة. ما بتلاقي في منهم بالسوق كمان. بس عندك ستايل بيجمع بين التقليد وبين الأورينتال شوية وبين المودرن. مظبوط. هيدا الشيء كأنه مغربي شوية هيدا. مظبوط مظبوط. عندي ليكي أنا درست هون بلبنان، درست بباريس، فخلطت هالأورينتال الخليط بين الاثنين، من هيك هيدا كمان بخلي انه الاشياء افكار تكون مميزه. حلو. في شغل بالكروشيه كمان. كمان في عندك شوي شو عندك؟ ايه في عندي كثير اشياء بالكروشيه كمان هلا دارج. اوكي. هاو الالوان بجيبه معي اذا كنت مسافره، هلا كنت مسافره بامريكا جبت هالخيطان الملون الفوسفوري. كيف بتشتغليهم؟ انا بعرف اشتغل بس بشغل ستات عندي، لانه وقت بتكتر الكوموند بشغل ستات، عندي كثير ستات، بس انا بعطيهم الالوان اوكي وانت بتعطيهم الفكره وهم بيطبقوها. اكيد 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 كله اشياء شفت او مثلا كله جبتهم معي ايه من برا. هون تبوله فتوش، هون ملوخيه، بشتغل على الارابيسك الاكريتور الاورينتال، نتفل الاشياء بتعطيها هيك مع الوان. الوان مع الوان. خبرنا شوي على طريقه العمل، كيفاش بتشتغلون بالضبط؟ يعني كيف بشتغل انا عم اقول لك بتطلع الفكره امالوفي، يعني من بعد الفكره التطبيق اكثر شيء. التطبيق دغري 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 بقوم، لو حتى مش بالاتيلي عندي بالبيت. أوكي. عندي فتحه مثل اتيلي صغيره دغري ببلش. هول شو مهضومين؟ هون مثلا كاسات بوزه، كاسات ايس كريم، سلاد فروي، كل شيء. ليلى الاغراض يعني عم نشوف مثلا من البيس هو لون ابيض، يعني عاده بتجيب مثلا الكبريات كله بورسلين ابيض، بورسلين وانت بترسم عليه في فرن خاص. أكيد في فرن وألوان خصوصي هيدي. أوكي. وبتفوت بعدين على الفرن للفيكساسيون، وبعد ما تطلع يعني من الفرن ما فيك تغير شيء فيها. لا يعني ما فيه خلاص بتكون خلاص ايه. بتقول الواحد يكون واثق من حاله هو عم يشتغل وما يخاف ويتكل على الله. يتكل على الله. أكيد العناية بهيك نوع من الأشياء سهلين، يعني تقدر تشتغل فيهم من ست البيت تحافظ عليهم على فترة طويلة. ايه ايه ما ايه 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 بدلوا مثل ما هني. لا ما بس إلا إذا انكسروا، يعني هاو مثلا ما بينكسروا. هذا ما بينكسروا مثلا هيدا ليك شو مهضوم، أما سلادية أما لاسوس أما للثلج مع الملقعة. كمان اللون كمي كمي على البرونز كمان. هلا ما قدرت جبت كل الاشياء، يعني الجام كلها جبت. بعمل كمان عمام بالخشب. أوكي. اشياء عندي كثير بالاتيليه. اه ما حكينا عن القطعه الخشب. ايه عندي كثير بالاتيليه. شيء قديم مثلا ممكن نحاوله كمان كمان كمان. اكيد ضمن ستايل تبعي، يعني بدلني انه محافظه على التاتش. ايه ما بحب حدا يقول لي كيف، بقول لهم اذا ما عجبكم ما بتاخذوه، اخر شيء بياخذوه يعني، بس لانه فرح يعني. ايه لما تطلعي بالبيس بالقطع هون كمان عشو فينا نحكي، هون في ديتاس، في الكروشيه. ايه غير الكروشيه ممكن تستعمل اشياء تانية مثلا حسب الفكره. ايه على خشب كمان مثلا عندنا بلاتويات خشب هون كمان. للفنجين اكثر شيء. ايه بدلنا اخترع يعني انه فهمتي كيف، ما بوقف كرمال تيضل. هلا بالنسبه للالوان ممكن السيده توصيك على لون معين ما انه اغراضها بالبيت.
حسب غير لون انت بتلبسيه. ايه بس بدي احط ستيلي يعني انه ما عجبها ما تاخده، فهمتي كيف؟ تاتش تبعي ما عجبك مدام؟ لا لا التاتش تبعي هذا ذوقي مهضوم، لانه التاتش تبعك لازم تكون. ايه اكيد هلا زبوني وقت عم بتوصيني بتكون حبت الستايل، يعني مش رح تجي انه لا انت بتعرفي الازمه هي بتحب الستايل اذا غير كولر. ايه اكيد شوي تعديلات صغيره يعني بيكونوا الكولر حلوين مع بعض يعني انه مش حسب هي اذا شو ما عم تطلب هي كلر ما بيمشي يعني بلا شوي تعديلات صغيره تعديلات شوي الا بنصحها مثلا هيك احلى هيك بتعطي افيه اكثر اكيد بلعب يعني بالواني على الافيه هو هيدا اللي بيميزني في افيه بهالشغل يعني أنه طب قديش بتاخذ وقت القطعة مثلا بين الشغل وبين التنفيذ والتنشيف بالفرن؟ بتاخذ وقت بتاخذ وقت لانه بدها يومين تتنشف مزبوط، اما ثلاث ايام تنرجع نفوتها فرن يومين تنشف هالبرودوي ونرجع نفوته على الفرن كمان بده وقت بالفرن ونرجع يعني كيف ما كان انتر 5 اي 6 جور يعني هول الفنجين العادي بس هاولونينو فوتهم فرن كمان هاو كتير أخدوا سكسي بهالمعرض كانوا اشياء منزلتها جديدة ايه بتحسي كل ما بيطلع فنجين مثل التاني كل اللون لانه لما بيفوتوا على الفن بيتغير نوعا ما. نايس. على كل حال مالي كل التوفيق لدام، انبسطنا بحضورك معنا، اهلا وسهلا. شكرا لهالالوان الفرحه حللتي لنا هالسيجمنت. ننتقل لتقرير انترناشونال عن دوين جونسون معروف بدراك واللي مصرح واعتبر انه الابوه هي اعظم وظيفه على الاطلاق، التفاصيل من تبعنا نحن وياكم بعد التقرير. لقاء له مع أوبرا وينفري تطرق دوين جونسون المعروف بذا روك لعلاقته بابنته سيمون من طليقته داني غارسيا والتي تبلغ من العمر 14 عاما، بحيث قال: أدركت أن الأبوة هي أعظم وظيفة على الإطلاق، لم أحظى يوما بما هو أعظم وأهم من ذلك، ولطالما أردت أن أكون أبا جيدا وأن أمنح سيمون الأشياء التي أشعر بأنني لم أحظى بها يوما. جونسون تذكر أيضا المرة الأولى التي حمل فيها طفلته مرددا: قلت في سري بأنني سأعتني بها دوما حتى الرمق الأخير وسأبقيها في أمان، مضيفا: على مدار السنوات في السراء والضراء أدركت أن أهم ما يمكن أن يكون في علاقتي مع ابنتي هو أن يقودها الحب، ليس النجاح أو الشهرة أو أي شيء آخر، أن أكون موجودا لأجلها وأن أقول لها إنني أحبها. الممثل فخور جدا بالرابط الذي يجمعه بابنته سيمو التي قالت له يوما بأن أكثر ما تحبه في هذه العلاقة هو أنها تثق بوالدها، وفي هذا الشأن يقول دوين بأنه لا يقدر أن يطلب أكثر من ذلك بل إنه ممتن لكل شيء. هالشخصية القوية عم تبكي قدام بنته شيء غريب. متابعين نحن بفقراتنا وفقرة ثابتة عم تتكرر كل نهار ثلاثة مع ضيفتنا الست هدى أبو جودي، أهلا وسهلا فيك. ميرسي، كيفك ساشا؟ الحمد لله تمام. اليوم بدنا نخص السيدة اللي عندها الفر مميز كثير هالقطعة، كيف تهتم فيها حتى تبقى من سنة لسنة مثل ما هي؟ عن شو بدنا نحكي أول شيء؟ أول شيء الفرو مفروض ينحط، نحن عم نحكي عن الفرو الطبيعي، لازم مفروض يكون أول شيء محطوط بغرفة تكون مهوية ما فيها رطوبة وحرارتها مش عالية، هيدا أهم خطوة أول شيء. وتاني شيء لازم دايما تتلبس بكيس ماش مش كيس بلاستيك، لأنه إذا شوي حرارة إذا تركناها بالبيت ما بعتناها على البرادات الخصوصي، في هي إلها براد خصوصي يعني في اختصاصية بيهتموا فيها. هلا في حال ما حبينا نبعتها وبدنا نتركها بالبيت لازم نضبها بكيس قماش، كيس القماش لأنه بيضل الهواء يفوت منه، بينما إذا حطيناها بكيس بلاستيك، كيس بلاستيك ممكن كتير إنه إذا نضبط كتير هيك مع غير غراض إنه يلزق عليها إذا كان شوب كتير. هلا بالنسبة ل أنا ما جايبة صور إذا كمان رح نشوفهم بعد شوية الصور. نعم.
هذا بالنسبة لهيك خطوة أولية، إنه إذا بدنا نترك عنا الفروة بقلب البيت، إن كانت شابو برنايطة أو إن كانت بشميناء أو جاكات أو whatever، بهالطريقة هذه لازم ينضبوا. طب نعم، خلينا نشوف الصور ونحكي يلا. عليهم أكثر. أوكي، أول صورة أول صورة بتفرجينا البراد الخصوصي يلي بينحطوا فيه الفروات عادة، بيكون له حرارة معينة، ما لازم تكون أقل من 10 ولا أكثر من 10، مفروض تنحفظ الفروة بقلبها لحتى لا ما تهر، يعني مع الوقت إذا منا محفوظة بمطرح منيح وحرارته عالية بصير يهر، بصير يهر لأنه هو بالنهاية وبر طبيعي يعني. أوكي، لكن بغرفة مبردة هون لازم نقرأ، ضروري نقرأ، بيكون محطوط على ورقة بقلب الفروة إنه ممنوع نستعمل صابون أو ديترجنت عليها نصوبنا إذا وقع عليها شيء، أو نكويها سوري أو نعرضها لحرارة عالية، لأنه دائما لازم تتغسل بدراي كلين. دراي كلين اختصار يعني في مطارح خصوصي هي بتهتم فيهم اكثر للقطعين. اوكي، هون طريقه الضب بالخزانه، انا ما حطيت صوره مع غير تياب، بس ما مفروض بالفروه نحطها مع شيء كثير ضاغط عليها، يعني انه في عليها تياب من الميلتين، مفروض تنحط تكون مرتاحه يعني محطوطة بالكيس ومرتاحة، ياخد مساحة أكثر لأنه صح. مشان ما يعلم عليه شيء أو يصير في ديبلي ممكن أو هيك شيء. نعم. أوكي، سو القطعة تكون مرتاحة. وقت اللي بدنا نلبس الفرو، في كثير من الأكسسوارز اللي ممنوع إنه نحط علينا، ومنها إنه يكون الجزين له شان. شو السبب؟ طويلة، لأنه مرة على مرة إذا من بتلاحظي رح تلاحظي هون وكأنه الوبر تبعوله بلش يهر، مشان هيك ممنوع نحط شيء لوقت طويل، يعني اعتبري انت حطيتي جزين له شان بده يضلوا على القليل ساعة ساعتين، إذا كل مرة بدنا نلبسها ونظهر بهي الطريقة رح نوصل لوقت تبلش تهر وما نعرف ليه. هذا بالنسبة يعني أحسن نمسك الحقائب الكلاتش يعني صح بهيدي الطريقة، مفروض انه الجزين تبعنا ما يكون له شان حاطينه عليها، مفروض ينلبس بهي الطريقه. والاكسسوارز كمان ما نكتر، مثلا عقودة، اساور. صح، اهم شيء ساشا انه ما نلبس اشياء ممكن تعلق فيها بالغلط، يعني ما نحط بروش انه ما مفروض نفوت فيها شيء ننزعلها وبرتها، والحلق والعقودة ما يكونوا يعني الحلق ما يكون كثير طويل يعلق، او العقد فيه كثير اشياء بوندون هيك حتى ما يعلقوا فيها، ننتبه شوي لهذا الموضوع، نستعمل الاكسسوارز اللي هي شوي سامبل يعني تطلع معها. يعني عن جد يعني على حسب ما بتحكي لنا هدى انه اذا الفرو بدنا نجيبه طبيعي المفروض يضايقنا ديزاني يعني سنوات ممكن مدى العمر كمان. صحيح، بتوفي بعدين في تعطي لبنتك وبنتك بتعطي لبنتك، لانه اول شيء بيندفع حقه غالي صح، وثاني شيء وقت اللي بيتحافظ عليه بالشكل المضبوط ممكن تضاين 30 40 سنه اذا انحطت بمطارح مثل ما لازم حرارتها وبعيده عن الرطوبه. بتضاين كثير. نعم بتضاين. اوكي منتابع. هلا هيدا هذا الكيس، كيس القماش اللي مفروض انه نضب الفروي فيه. هلا رح نشوف كمان صوره اللي بعدها عن ال اوكي هون. هلا هون تعليقه ساشا مفروض تكون عاليه ليه؟ لحتى الابدي بس تنحط عليها للتعليقه ما تاخذ فورم، اذا الحديده واطيه رح تتكعوك يعني هيك تتجعلك القبه، ما مفروض مرتاحه مفروض تكون مرتاحة القبة لحتى نقدر نحافظ عليها، وتكون التعليقة عريضة عريضة بشكل تحمل كتاف الفروة، لأنه بتعرفي بيكون في إلها تقل معين، مفروض إنه تكون أخذ راحتها على التعليقة اللي بدها تنحط. سوري، هلا إذا في عنا باشمينا لحتى نحطه، هلا بنحكي قطع في الباشمينا مفروض تعليقة تنحط لها قماشي اي نوع ماشي قطن بتنحط وبتنحط عليها وبتنحفظ بذات الطريقه بالقماش وبال ونخصص مكان يعني نحط كل القطع الفرو فيه. نعم، ويكونوا بعيد عن بعضهم اهم شيء. اوكي، هلا رح نشوف بالصوره اللي ورا هون بلاحظي لابسه الفروه وحاطه شال على القبه، لانه ممنوع نلبس القبه دغري على الجسم
لأنه بس يصير في احتكاك بين الجسم والأب كمان بتسبب أنه يهر الفرو عنا. مشان هيك مفروض نحمي الفروة بإشار بنحطه على كل ما يكون ظاهر نحطه لميلة جوا. والأهم من هيك لحتى ما تضرب الأب هون إذا حاطين ميك أب أنه تضرب الأب بشكل ما. يعني هيدي طريقة من الطرق اللي منحافظ فيها على الفروة وقبتها. أوكي. هلأ هون شدت الدنيا واضطرينا نغطي راسنا لما نسخن ونتلت شوية مي. أهم شيء أنه ما نعرضها للسشوار أنه عم ننشفها مننفضها نشف بطريقة طبيعية. المفروض ننفضها نحن هيك نفطين ثلاثة بإيدينا ونتركها على مطرح تنشف وحدها. ابدا ما بنعرضها لحراره معينه وخاصه السشوار انه نحن عم ننشفها انه عم نعمل شيء منيح بتركها لحالها يعني هذا شيء غلط. نعم اوكي. هلا هون بالسياره مفروض اذا مش رايحين مشوار طويل فينا نلبسها بالسياره او من اذا رايحين مشوار طويل مفروض نشيل الفروه ونحطها ميله ورا لحتى كنا وصلنا أو منحطها عكتافنا بطريقة ما يصير في احتكاكات بقلب السيارة تعلق بشي وننتبه نحن وعم نطلع ونحن وعم ننزل بقلب السيارة كيف هيدا. هلأ في بالنسبة إذا رحنا على مطعم مفروض ننتبه وين عم بيعلقوا الفروة. إذا في عجقة جاكيتات لا إذا في عجقة جاكيتات بقلب الخزانة مطرح ما بيعلقوهم ننتبه إنه ما ينحط تياب فوقها. يعني نطلب انه تنحط هي على الوجه وما تتعلق بمطرح مروس حتى ما تاخد كسرة من وراء عن الظهر. كمان هيدا الشيء منيح وبينزع. اذا في عجقة بخزينة المطعم او هيدا فيها تحطها ست على الكرسي حدها وتغطيها بشي فوطة نابكن او شيء لحتى بس ما نجويها شيء. وننتبه كتير لهيدا الموضوع. على طول الفروة لازم تكون فوق ما يكون في غراض عليها. اوكي. طب لنحافظ عليها كمان اكثر مثلا وقع عليها شيء كيف ممكن ننظفها ولا هون بتفضلي ناخذها على المصبغه؟ صح. في ناس اختصاصهم تنظيف الفرو. أوكي. هن بينظفوا هذا الشيء. ممنوع نستعمل عليها صابون ولا اي شيء. ومن المستحسن انه مره المصبغه يكون دراي كلين كمان تمام. نعم دراي كلين وانه نبعتها على البراد على القليله بالصيف ثلاث اشهر الصيف. عم بحكي أنا إذا قاعدين بلبنان يعني. أوكي. وإذا بمطرح كتير كمان مناطق فيها شوب برات لبنان مفروض تتاخد على براد خصوصي لهذا الموضوع. أوكي. لأن حتى نحافظ عليها. وفي الفت نظر كمان مش ضروري تكون الفروة طبيعية لنحافظ عليها بهذا الطريقة. في ناس ما فيها تشتري الفروة الطبيعية 100% بتكون جايبة فروة مبسوطة فيها وضيفة على حقها كمان غالي كمان فيهم يتبعوا هودي الستابس لحتى لا يقدروا يحافظوا عليها. ميرسي كثير. ثانك يو هدى ابو جوزي. في بس فرجه ديمونستريشن صغيره للاولاد. ايه بس مشان ما يفتحوا المقص فيها الام تسكروا بقفل كثير منيح عليك. حبيت ما تمرق الحلقه من دون تب وحده للامات وللاولاد تنشوف المقص يعني طلع لهم حصه للاولاد. نعم. مش بس للأمهات حكينا على الفرو كمان صحيح. خصوصا المقص يعني دائما ضلعت لنا هم أنا حتى شيء بالبراد ملزقته حتى المقص فيه سوونيك مطرح المقص وما لازم يتحرك أبدا. افتراض أنه قدروا وصلوا له هيك بنعوزه كتير بالضبط. ميرسي كتير. ثانك يو هدى على كل النصايح. ميرسي على هالفقرة المميزة للفرو عرفنا كيفاش نحافظ عليه. حلقتنا بعد متواصلة وفقراتنا كمان مشاهدينا خليكم معنا لأنه بعد الفاصل رح نتطرق الموضوع ونسلط الضوء عليه هو البدانة عند الأطفال. خليكم معنا. صنفي الفرنسية الأصلية من سيدار. أنظمة صنفي من سيدار. صنفي أنظمة ريموت كنترول لجميع أنواع الستائر من سيدار. صنفي مصنوع في فرنسا. ستائر بريموت كنترول صنفي.
ضمان 10 سنوات موجود فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. هالأسبوع النجمة اللي كلنا منحبها بحضورها المميز وعفويتها المعتادة نانسي عجرم بمقابلة خاصة وحصرياً عبر الـ LBC وقنوات روتانا بيباب سبيشال هايلايت في حلقة الأسبوع من مجموعة فرفشة الجديدة من دار المجوهرات العريق بالشرق الأوسط داماس. تابعوا كل أخباري مع أنجلا ببوب أب نانسي عجرم. بوب أب ليلة الساعة 7 المساء على الـ LBC. جديد الفنانة أنغام، أحلام بريئة لسه فاكرة أيامي. يمكنك الآن تحميل أحدث الأغاني كول تون من الألبوم الجديد أحلام بريئة فقط. قم بالاتصال على رقم موبينيل 9999 رقم دو 1560. أهي جاد بين البنين، طول ما انت بعيد انا بطمن، اكتب لك تعهد تسيبني حتى ناقصه. انا مش حبيبتك صفحه وقبل ما تقفل مع عمري ما هنسى بصوره. اجمل فتره في حياتي عن ذكرى الموسيقى لحظه غروب الشمس وشرب اول حالياً في الأسواق. أنا ممكن أكتب لك تعهد. إنتاج روتانا. الفنان ماجد المهندس يطلق 6 أغاني جديدة. بسم الله على قلبك. بسم الله على قلبك. تعبت أسولف لك. تعبت أسولف لك. وأنا ما تكلم. انتظارك صعب. انتظارك صعب. لا أبد عادي. لا أبد عادي ترى ما صار شيء. أنا بلياك. أنا بلياك كذا أرمش. ماني طبيعي. ماني طبيعي. متوفرة حاليا في أكبر المتاجر الإلكترونية إنتاج روتانا. ماني وي معقول حماتي بتغسل واحنا ما بنسوي شيء؟ عنك يا خاله، هذا وسخ مو عادي، يبغى له خلطه هنادي. شوي 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 حبيبتي صبيه وضعي له القياده. بس اقول البحر يحب زياده. هاي خاله كيف بس؟ اتفاجأتوا؟ هذا بياض تايد الأنصع اللي بيض الوجه بدون خطوات إضافية. نورتونا يا بنات. في الغسيل ما في مستحيل. لمسة الأم قد تحمل مئات المعاني، وكامتداد لنعومتها تجاه أحبائها لم ترضى إلا بكلينكس، المنديل الأول والفائز بمنتج العام عن فئة مناديل الوجه في الخليج العربي. كلينكس، المسيهم بنعومتك. نعيش النهار طبيعي مثل أي ست بتعيش حياتها اليومية، بتروح بتعمل شوبينج، بتعمل شعرها، بتعمل تجميل، بس كل مرة رح نتعلم طب صغيرة. بيمشي على الموضة 100% عادة بكون رايح محل كتير غلط. أنا باخد من الموضة اللي أنا بدي. صار مع الوقت عم تفهم المرأة إنه الأناقة لا تكتمل إلا مع شابو، وأنتوا فيكن تكونوا هدأت حلوين بس خليكن على الطبيعة. عيش ستايل 3 الساعة 9 المساء على الـ LBC.
نصائح تتعلق بالتغذية عند الأطفال وخاصة الأولاد اللي بيعانوا من البدينة مع ضيفتنا اختصاصية التغذية زينة الحاج علي. أهلا وسهلا عن جديد. Thank you ساشا. وعن أهمية الرياضة وخاصة للمرأة الحامل وتحديدا بمرحلة ما بعد الإنجاب، كمان مع ضيفنا المدرب الرياضي إلي أعي. أهلا وسهلا فيك إلي. بونجور، كيفك؟ بونجور إلي. بعد الولادة قد إيه ممارسة السيدة للرياضة هي شيء كتير أساسي لخسارة الوزن؟ شيء كتير أساسي إنه المرأة من بعد ما تولد تعمل سبور، لأنه هذا الشيء كتير بيساعدها لحتى تطلع من الديبريشن يلي بتقطع فيها، ولحتى تريجلج الهرمونات تبعولها، ولحتى تعمل سبور بطريقة تحافظ على جسمها وترجع ترد جسمها مثل ما كان قبل، خاصة إذا كان سبور إفيكاس وما كان بده وقت كتير. وفيها تعمل هيدا السبور من بعد الولادة دغري، حسب إذا مولدة ولادة طبيعية أم قيصرية. قيصرية. إذا مولدة ولادة طبيعية فيها دغري تبلش تعمل سبور، إذا ولادة قيصرية فيها تقطع تقريبا 6 ويكس من بعد منها فيها ترجع تبلش تعمل سبور على الخفيف. من بعد هول ال 6 ويكس بصير يتطور التريننج شوي شوي لقدام. طب شو هم التدريبات أو التمارين اللي ممكن تعتمدهم السيدة تتخسر وزن؟ في كذا نوع من التريننج. هلا ببلش التريننج تدريجيا، يعني من اول فتره ببلش تمشي شوي صغيره وتعمل شويه اكسرسايزز للابز للاجرين من تحت، شويه اكسرسايزات كثير خفيفه بس نقطع ونصير بمرحله فينا نعمل فيها سبور مزبوط، يلي هي بعد تقريبا شي 12 ويكس فينا نبلش نعمل سبور انتنس ويكون السبور كثير افيكاس. وخاصه هلا ليتلي صار في كثير تكنولوجي بالسبور، صار فينا نعمل سبور بوقت كتير قليل ونضل دايرين بالنا على الولاد تبعولنا وما نقضي وقتنا كل الوقت بالسبور. فينا نعمل هالسبور مرتين بالجمعة 20 دقيقة وبناخد نتائج كتير حلوة وكتير سريعة. نعم زينة، كمان بنفس الوقت ممارسة الرياضة يعني عند السيدة بعد الإنجاب لازم يكون في اتباع نظام غذائي صحي لخسارة الوزن. مظبوط، اثنيناتهم بيكملوا بعض. Exactly. لازم ناخذ بعين الاعتبار اذا المراه او الام بدها ترضع، نوعيه الاكل اللي عم تاكله مثل ما مسيو الي، كمان كميه الرياضه بتاثر على الحليب، ممكن يصير في حموضه بالحليب اذا الواحد عمل درب كثير بشكل قوي، مثل ما قال انه قبل 12 اسبوع بفضل انه ما نقوي رياضه من ناحيه كمان غذائيه كرمال الحليب. كتير مهم كمان تريح جسمها. أنا ما بخلي مرة أو أم بعد مولدة تبلش بدايت، لأنه بعد الهرمونات بدهم يترك لجو نمط الحياة، بدها تتعود على نمط حياة جديد، ما بدي أضغطها هي ويحس كمان البيبي بالضغط والسترس بيجي مع الدايت أوقات sometimes. فكتير مهم كل شيء يعملوه هيك بوقته، سو ارتاحوا كيلو ريحوا جسمكم after 40 days منبلشوا الرياضة. exactly. كمان إلي بنعرفوا بفترة الحمل المرأة الحامل بيصير بيعبي جسمها مي، قديش الرياضة ممكن تساعدها أنها تتخلص من الريتونسيون دو هيدي؟ أكيد من بعد الولادة بتعبي الجسم مي، أكيد الرياضة بتساعدها لأنه بتمشي السيستم الليمفاتيك بقلب الجسم، هاي الووتر ريتنشن كلها اللي مجمعة، وبتشوف نتائج كتير حلوة إذا دغري عملت سبور. يعني إذا قطعنا هول 12 ويكس تقريبا وعملنا سبور بتلاقي نتيجة كتير حلوة، أحسن بكتير ما أنه تقعد تنطر فترة كتير طويلة وترجع تعمل سبور. دغري ببين فرق، دغري بيطلع الماي من الجسم إذا عملت دغري سبور. هل ترهل بتتعرض له المرأة الحامل خاصة منطقة الثدي منطقة البطن، قديه بدها وقت تقريبا ممارسة الرياضة حتى ترجع لجسمها اللي كان قبل مرحلة الولادة أو الحمل؟ إجمالا إذا مثلا نحن عنا بالسنترات إجمالا بس عم يجوا لعنا من بعد الولادة فترة كتير قصيرة عم بيلاقوا نتائج كتير حلوة، لأنه العضل بيكون كتير ضعيف بنرجع دغري بنقدر نشده، ما بتطول الفترة. هلا بس بنعاني بالمشكلة إذا كان في عندها الجلد هو اللي مرهل مش العضل، إذا العضل مرهل دغري بنلاقي نتيجة كتير حلوة فترة كتير قصيرة، يعني ما بنتخطى الشهرين بنلاقي نتيجة سوبرب رائعة. ما رح تلاقي نتيجة شوي بالجلد المترهل يعني إنه يشرب. الجلد ما هو ديبندينج حسب قديه مترهل، لأنه أنت بتعرفي من بعد الولادة بيكون الجلد كتير مغط حسب الإلاستيسيتي تبعت الجلدة وقديه المرة هي حافظت على هالجلدة خلال هالمرحلة. هون هيدا الشيء بيلعب دور، يعني بيلعب دور كثير اساسي. ما فينا نحدد هيدا الشيء الا ما نشوف كيس باي كيس، مش كل الاشخاص مثل بعضهم، بس الافيكاسيتي تبعولتنا على العضل كثير قويه
ومنخلي الشخص يلاقي نتيجة إيبر رائعة. يعني أوقات في أشخاص بقيت سيشنز عم بلاقوا أشياء كتير رائعة كتير حلوة، بس عم يخسروا كتير ماي وعم بلاقوا نتائج كتير حلوة. بس دايما يقولوا انه المراه من بعد الولاده بحاجه لست شهور تتلاقي الشيب اون فيت، مش بس انه تضعف، يعني تلاقي الفورم تبع جسمها، السيلويت هيدي اللي متعود عليها لي فورم، هيدا الشيء 100%. بس اذا كنا عم نعمل سبور العادي، يعني نحن بالسنترات عندنا بنعمل شيء اسمه ايفت الكترو ماسل ستيميليشن، اللي هو سبور كثير سريع وكثير بيعطي نتائج حلوه مثل ما عم بتشوفي بالصور. الماسلز بيكون عم يشتغلوا 90%، بينما بالسبور العادي بيكون عم يشتغلوا 20-30%. على طول معك برايفت كوتش عم بمرنك وماشي على بروجرام كتير سبيسيفيك وخصوصي للفام انسنت، مش انه بروجرام ماشي هيك حيلا رحنا على الجيم مشينا شوية عملنا شوية ويتس، لا في بروجرام خصوصي ومعروف الالكترو ستيميليشن قد ايه بتعطي نتائج حلوة. حلو. طب زينة، إلى جانب الرياضة، هل في شيء ممنوع على السيدة أنه تتناوله بعد مرحلة الولادة؟ طبعا التدخين بنفضل نتجنبه، تنتبه على أنواع المشروبات، يعني خليها تركز على المي أكثر بدل شيء ثاني، تخفف قهوة وشاي، لأنه قهوة وشاي بيطلعوا مي من الجسم ونحن بهيدي الفترة بدنا مي للحليب. يتركزوا على هدول الاشياء. المكسرات they are very good كمان للحليب، بس اجمالا انه الست فيها تناول تاخذ من كل شيء الا هدول الاشياء اللي ممنوع ممكن ياثروا على الحليب. Exactly. كمان أوكي. المراه المرضعه ممكن تخسر وزن، هيدا الشيء الارضاع ممكن يخسرها وزن اكثر. مضبوط. فتره الارضاع هو لما الست ترضع بتفرز اوكسيتوسين وكذا هرمون كمان بيخلي العضل يشد، خاصه عضل اليوترس مطرح ما كان البيبي قاعد، بيرجع بيشد لحجمه مثل ما كان، مش اكزاكتلي قبل الولادة بس بيخف، يعني نسبة قوية بيرجع بيخف لحجمه الطبيعي. قبل ما نكفي بموضوعنا وموضوعك تحديدا عن بدينا عن الأطفال، زينة اسمحينا نودع كل اللي عم بتابعونا على قناة روتانا خليجية، انضموا لنا على شاشة الـ LBC لمتابعة بقية فقراتنا. اوكي، اللي بالنسبه للتمارين، هلا حكينا شوي عن هالماشين اللي شفناها انه بيشتغل العضل بنسبه 90% اكثر، بس في بعض التمارين خاصه مثلا للبطن، للكتف، للصدر، يعني في تمارين معينه لهالاماكن بالجسم؟ اكيد. انت بالماشين اللي نحن عم نشوفها والسيستم يلي نحن بنعمله بيكون تريننج معمول لكل الجسم، فول بودي ورك اوت، ونحن بنقسم التمرينات حسب الشخص شو الهدف تبعه له. يعني اذا افترضنا اليوم المره نصحانه مثلا كثير طلع كثير وزنها، بنشتغل لها كارديو تريننج وبنرجع بنشتغل مع فيت بودي للكور ماسلز اكثر شيء يلي هن الابز وهي المناطق، لانه بيكون عندها كثير ترهل فيها والعضل بيكون طول اكثر من ما هو بحاجه يطول، مشان هيك بنرجع بنشتغل عليه ويرجع يشد هالعضل ويرجع للحجم الطبيعي تبعه. وهيدا شيء اكيد انه بيوصل الواحد لنتيجه كثير سريعه، كثير كثير سريعه، ما فيك تتخيل قد ايه سريعه النتيجه. والابز من اهم البارت خاصه عند المراه اللي مولده، اهم بارت تشتغل عليها لانه بتساعدها كثير بكثير مشاكل، خاصه اذا عندها لور باك بين كثير بتساعدها، كثير بتساعدها لحتى تتخلص من هيدي اللور باك بين. اوجاع فيها غير السيده الحامل ممكن نعتمد هيدي الماشين للاطفال مثلا اللي عندهم بدينه؟ لا للاطفال لا، بنفضل انه الشخص يكون فوق 18 سنه. اوكي. لحتى يكون النمو تبعوله خلص، صار بالنمو النهائي تبعوله، من هونيك وبتطلع بصير فينا نعمل سبور. الاولاد الصغار افضل انه يعملوا اكزرسيسات سبور الطبيعي يلي بيعملوه بالمدرسه، يا ما يعملوا اكتيفيتي مثل فوتبول، باسكتبول، تنس، حيلا اي نشاط رياضي، حيلا نشاط رياضي احسن بكثير للاولاد، لانه بيكون بعد الهرمونات تبعولهم منا فينال مكتمله، منا مكتمله وبده جسمه ينمى على الاخر، من هونيك بتطلع بصير فينا نحن نشتغل. طب زين، على هالنقطه، يعني البدينه او مرض العصر المنتشر بكثره بعالمنا العربي، شو احد اسبابه؟ هلا نحن ما تنسوا بعصر التكنولوجي، تكنولوجيا كل وقت قاعدين بدون اي حركه، خلقوا كانت اوريدي التكنولوجي قويه، نحن كان بعد في جنينه، كان بعد نلعب برا، ليتس بلاي فوتبول، خلينا نركض، هلا ما في. ف
فالتكنولوجي اليوم كثير عم تأذينا، لأنه الولد لحتى يصلي حاله كثير بيستعمل الآيباد أو أي نوع تكنولوجي أو كمبيوتر، في جيمز، في كثير فيديو جيمز يلعبها، في كارتونز على الآيباد، في سو ماني ثينجز عم يوقفوا بطريق الولد إنه يقدر يعيش طفولته من خلال اللعب والفيزيكال أكتيفيتي والنطنطة، إنه بس ينطوا شوي جمب روب تاج to throw the ball ما بقى في منها كتير. تاني شيء ما بقى especially إذا عايشين بمدن ببلادنا ما في كتير gardens، ما في كتير outdoor activities، لازم الأم والبي يعتمدوا أكتر شيء إنه نحنا بدنا نسجل ابننا ب activity after school لحتى يلعب ولحتى يحرك يقوم بأي حركة جسمه. تاني شيء بتعرفوا نحنا عاداتنا إنه يسلمني أنا العجوج، أوكي very cute إنه الولد يكون معجعج وشوي عنده ملين، it's very cute على عمر صغير و it's baby fat، بس لما يكبر الولد هيدا البيبي فات لازم يروح، لأنه كان عنده عازة بس يخلق الولد عنده عازة لأنه في نمو سريع جدا، بس ما لازم يكفي معه، لأنه إذا ما إذا بقم مع جعج وشوي عنده بدانة بتبقى معه وبتبقى معه بتسبب له مشاكل عمر كبير. سو أنا بنصح كل أم أو بي لما يعملوا فولو أب مع الطبيب مع طبيب الأطفال أو الدايتيشن يسألوا الوزن حسب الطول لعمر ابني أو بنتي، إذا مناسب، إذا طلع أكثر من 90% من الأولاد اللي بعمرهم it's not healthy، ابدا منه صحي للولد، ولازم يتحولوا اخصائيه تغذيه، حتى انه انا بشوف اميات اللي بيجوا بس حابين يعرفوا شو الطريقه المضبوطه لحتى انه اقدم وجبات واكل لولد صحيح، ريجيم للولد بهالعمر يعني حتى لو هو صغير اذا يس من الخمس سنين، انا بشوف اولاد من الخمس سنين عندهم بدانه، لانه بقت معهم العادات والاوفر ايتينج، واذا ما بتاكل بزعل منك وهيك. طب شو الواي اوف لايف اللي لازم يعتمدوا او نظام غذائي اذا بدنا نحكي اكثر عن الغذاء اللي لازم يتبعه الولد تما يفوت بالبدانه؟ مزبوط. هلا الولد اللي عنده بدانه اولا نحن ما بدنا نخليه يعمل دايت، نحن ابدا ما بدنا نحسس بالولد بالستريس او انه هو غلط، هو شو ذنبه؟ هو بمحيط كمان يمكن ما ذنبهم شيء، منهم عارفين انه شو الطريقه المضبوطه، بس لازم تو ادوكيت يور سيلف على شو الطريقه المضبوطه. ما بنعمل دايت لولد ايفر، هدفنا مع الاطفال نحافظ على الوزن سو هن وعم يطولوا يسحبوا من هيدا الوزن لطولهم، سو يعني ابدا ما يزيدوا ولا ينقصوا. مضبوط، بس هن وعم بيخلوا وزنهم وعم يطولوا حيطول حياخذوا من الوزن اكزاكتلي exactly. فما بدنا نخليهم يضعفوا. ثاني شيء الولد لازم الاهل العائله تكون كثير سبورتيف، اوكي ما فيك تقولي للولد ما تاكل همبرجر وانت وبيو مثلا عشيه طالبين تيك اوت، فلازم الفاميلي يكونوا فيري سبورتيف للولد. ثالث شيء ما لازم الولد يقفي ولا وجبه، اوكي انا شو بعمل؟ بشوف الولد قد ايه عم ياكل خلال النهار، تفاصيل مع الاهل، وبشوف وين في زياده عن حاجاته، لازم الاخصائيه التغذيه تحسب قد ايه حاجاته، تشوف وين الارياز اللي في زياده وتشيلهم، مش انه تشيل زياده عن حاجته ابدا، لانه بعد في نمو للطفل، فكتير مهم بس نشيل زياده لنخلي الاكيديد اللي عم ياخذ حاجته الاساسيه اكزاكتلي exactly. في شغله ثانيه عم شوفها بكثير اولاد بالمدارس، عم يتغدوا مرتين، عم يتغدوا وقت المدرسه وقت البريك وبس عم يرجعوا على البيت عم يرجعوا يتغدوا، نحن لازم ما نخليهم يرجعوا يتغدوا، لما يرجعوا لازم نشجعهم ياخذوا سناك، يا حبة فواكه يا فروتس، نعمل سلطة فواكه كمان طيبة، فروت سالاد، يعني ما تخليهم يتغدوا مرتين إذا أوريدي تغدوا بالمدرسة، أوكي. تاني شيء الأمريكان بيدياتريك أسوسيشن أنصحت إنه يور نوت ألاود تو تيك مور، تاخذوا أكثر من حصة حلو بالنهار، حصة الحلو ما بس قطعة كاتو، حصة الحلو عصير فروت جوس، حصة الحلو تشوكلت شوغر، فعم شوف اولاد الاهل بيبعتوا معهم تشوكلت سويتس على المدرسه، كيك بسكت على شكل تيدي بير في بقلبه تشوكلت مع البان اولي اللي فيها انه بينات باتر، بينات باتر از جود بس نوتيلا، عرفتي؟
طب بدنا نغذيهم. الغذاء مش من السكر. طب الغذاء بشو؟ بالشيء الصحي رح نشوفه هلا. خلينا نفوت على المطبخ هيك. خلينا منغذيهم بس الغذاء ما بيجي من السكر. ما هي الفكره زينه؟ ضحكت لانه عم بعمل نفس الشيء، عم نغذيهم. فينا نغذيهم بغير شيء هون؟ فينا نغذيهم بغير شيء. اول شيء كثير مهم، خلينا نبلش بالبريكفاست. على كل وجبه يكون يتواجد البروتين. سو لازم يكون في بروتين على كل وجبه. البروتين شو هو؟ البروتين ممكن يكون كاسه حليب، ممكن يكون كاسه لبن. ولازم ندخل الفواكه بالنهار. سو شو بنعمل؟ فينا شوية فريز مع اللبن ياخذوها الى جانبها سيريال. سيريال ما لازم يكون فيه سكر انه مضاف عليه، لازم يكون معمول من الياف. اوكي ولا ما بقى بدنا نجيب على البيت لا تشوكليت سيريال ولا فروت سيريال، يتعودوا من عمر صغير على الهيلثي سيريال. اوكي اوكي. عندنا كمان سناك، هيك لازم نبعث سناك معهم على المدرسه، لازم يضل في خضره، واذا بدكم حمص مع شويه بابريكا لحتى يحسوا في لون. هيك فيري كيوت. وشي كثير سهل، خضروات كمان في هونيك، خضره مع الجزر. اوكي اكزاكتلي خضره مع الجزر. وهيدي لفه تركي، شفتوا حجم الخبزه قد ايه؟ شفتوا شو صغيره؟ ما لازم اثنين ثلاثه. شفنا. اوكي اوكي. بالنسبه للغداء، الغداء والعشاء دائما صموا الصحن 3 بارتس. لازم يكون الثلث بروتين. هون عنا دجاج، هون عنا سمك كريسبي. لازم يكون في نشويات، هون عنا تلت خبزة وهون عنا تلت بوتيتو ويدجز بالفرن مع بابريكا، اني ريسيبي فروم ذا انترنت ويل هيلب، وتلت خضرة. اوكي وحتى سباجيتي. هون في خبز قديش يعني لازم ياكل؟ هيدي كلها القطعة؟ هاي على الغدا وعلى العشاء. هيدي لا هيدي المسموحة. أوكي. إذا تجنب نشويات حيجوع الولد، جربي يعوضها بحلو. طب يمكن ما بيشبع الولد إذا قدمنا له كل هاي الأصناف؟ نحن لازم نضل يكون في سناكس بين الوجبات. اوكي اوكي. لازم بين الوجبات نمرق له يا فواكه يا خضره يا كاسه لبن لحتى ما نحسسه بالجوع. أوكي. بس اذا كان في بروتين اكيد اذا بيعمل رياضه رح يحس بالجوع اكثر واكثر، يعني ياخذ اكسترا فروت. دكو. اوكي اوكي. وبليز دخلوا خضره، يعني الولد بحب سباجيتي، بحب لازانيا، يعني بدون ما يحس. اذا ما بحب الخضره فيكم تبرشوا هون حاطين جزر وفليفله خضره وكوسه من غير ما يحسها الولد لانه كل الغذاء بالصوص. ايه. طب في انواع من المأكولات كمان زينه الولد يمكن ما بيحبها، يعني تعرف الاولاد كثير بيكي، يعني مش كل الاكلات بيتقبلوها مثلا. مزبوط. هون شو فينا نعمل؟ وهيدا يضره. مش كثير بشوف ادلتس بيجوا على الكلينيك ما فيهم يشموا ريحه الخضره ولا الفواكه لانه ما تعودوا من عمر صغير، وهيدا الشيء بيضرهم. فيكم كل يوم تو انتروديوس نوع خضره او فواكه جديده. هون اذا سوري ايه؟ هون اذا حطينا الخضره ما عم نشوفها، عم نشوف الصوص. مزبوط. هلا اذا غيرنا وحطينا هيدا النوع من الخضره ممكن يتقبل الولد هيدا الشيء، بس ما بيتقبل هيدا. مزبوط. منشان هيك بلشوا هيك. اه دكو لتوصلوا لهالنتيجه. لحتى توصلوا لهون بعدين نوصل هالنتيجه بليز. بس وقت بدها 3 to 6 months لنلاقي اي تغيير بالولد. فيكم كمان تحطوا الخضره بشكل سمايلي فيس، انه حطوا العيون الكاريت، حطوا البروكلي شعراته، ولا شويه مانيبيولاسيون للولد هيك بيكون هو مزبوط. تعود. مزبوط. لازم تدخله. اوكي وشويه من الجبن كمان. شويه بارميزان. اوكي بس مش كثير. اكزاكتلي. اوكي والخبز مش كثير، كل شيء مش كثير. كل شيء متوازن. تلت سموها تلت وفولو هيدي القاعده. ثانك يو زينة، ميرسي على كل النصائح اكيد اللي بتهم الطفل اساسا. وهيدي الفقره عن جد كثير مميزه للاطفال، خصوصا هلا مرقنا موسم المدارس بس انه بهالبيريود. ميرسي كثير كمان الي قاع المدرب الرياضي كان موجود معنا بفقرتنا. فقراتنا بعض المتواصلين وحلقتنا كمان، خليكم معنا فاصل قصير وراجعين ما تبعدوش بعيد. على الاغلب بطلع مع اصحابي على كافيز. لما تحسي بحساسيه الاسنان بتضلك متضايقه، يعني طول القعده بتصيري تنتبهي على شو ما بدك تاكلي، شو بدك تطلبي. دكتورة الاسنان سمعني ونصحني استخدم معجون اسنان سانسوداين. لما استخدمته لقيت بحياتي اليوميه صرت على راحتي اكثر.
لمسة الأم قد تحمل مئات المعاني، وكامتداد لنعومتها تجاه أحبائها لن ترضى إلا بكلينكس. المنديل الأول والفائز بمنتج العام عن فئة مناديل الوجه في الخليج العربي. كلينكس، المسيهم بنعومتك. جديد الفنانة أنغام، أحلام بريئة. لسه فاكرة أيامي. يمكنك الآن تحميل أحدث الأغاني كول تون من الألبوم الجديد أحلام بريئة، فقط قم بالاتصال على رقم موبينيل 9999، رقم دو 1560. أهي جاد، أهي جاد، بين البنين ما بقولهاش. طول ما انت بعيد، انت بعيد، انا بطمن. اكتب لك تعهد تسيبني حتى ناقصه. انا مش حبيبتك صفحه، وقبل ما تقفل مع عمري ما هنسى بصور. اجمل فتره في حياتي عن ذكرى الموسيقى، لحظه غروب الشمس وشرق. اول أنا وحدي. إنتاج روتانا. كيف جاء؟ من قبل كان أخوي يشتكي من وجع في ظهره وإنه ما هو قادر على المشي، فتخيل هذه المرونة. الحين صار يستعمل فولترين أمول جل، بعكس المنتجات اللي تسخن أو تبرد البشرة، له مفعول ثلاثي يزيل الألم ويخفف الالتهابات ويسرع الشفاء. فولترين أمول جل، متعة الحركة. أنا عايزك جدع، عايزك برنج عيالي في الحارة كلها. عشان تعرف تتعامل مع الدنيا لازم تاخدك يا زميلي على غرفتك، تتكف وتهدي، تكسر لك عين تعملها الاتنين. مش كده سادي اللي جرالك، جرالي كتير، جرالي كتير يا معلم. حواري بوخارست يوميا الساعة 5:30 المساء على الـ LBC. متابعة ببيروت، وطبيا نحن اليوم عم نعيش عصر الخلية الجذعية اللي عم تعمل ثورة طبية بالعالم، ورح ناخذ التفاصيل عن هالموضوع مع الأخصائي بالعلوم المخبرية دكتور ألبير عزار. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك دكتور. الخلية الجذعية، كيف فينا نعرف عنها بشكل بسيط للمشاهدين؟ بشكل كتير بسيط، الخلية الجذعية هي خلية أم موجودة بجسم كل إنسان من وقت اللي بيخلق لوقت اللي بيموت. أكيد العدد بيخف. هالخلية عندها القدرة على التكاثر وعلى التخصص، يعني تتحول لخلية لأي عضو من أعضاء الجسم صار فيه خلايا ما عم بتقوم بوظيفتها هي تقدر تحل محلها. هيدي بتبسيط الخلايا الجذعية، بس طبيعي هي بتبقى خلية نايمة بالجسم، بالمختبر نحن منحركها لتتكاثر وتصير متخصصة. استخراج الخلية الجذعية كيف بتم وبأي أماكن بالجسم؟ في أربع مصادر للخلية الجذعية. أهم مصدر هو حبل السرة عند المرأة اللي أول ما بتولد. ثاني مصدر هو النخاع الشوكي اللي هو مصدر الخلايا بقلب العظم. مصدر كتير مهم هو الشحم عند الإنسان. ومصدر رابع هو الدم اللي بيبرم بالشرايين. بس أخلى أحسن خلايا جذعية موجودة بحبل السرة إجمالاً عند الولادة. بس لا يعني أنه إذا ما تم تخزينهم لا نقدر نستخرج بحي الله عمر خلايا جذعية عند أي شخص من المصادر الثلاثة الباقية. هلا بحالات يمكن مرضيه وامراض مزمنه لازم عند الولاده نستخرج الخليه الجذعيه لهالولد تحديدا نقدر نعالجه، ولا حتى لو كبر نقدر نستخرج منه هالخلايا؟ ايه لا، هيدي لازم انها تكون كثير واضحه انه بحي الله وقت من العمر فينا نستخرج خلايا. لو الشخص هو مريض فينا نستخرج له خلايا لنقدر نعالجه فيها لنعطيه نتيجه، لانه بنحولها
للخلايا اللي فيها نقص بوظيفتها بالجسم. لندخل بالتفاصيل أكثر دكتور عزار، بالنسبة للخلايا الجذعية كيف بتشتغل بالجسم وبأي حالات أو بأي أمراض ممكن نعالج فيها؟ الخلايا الجذعية هي الخلايا اللي على أساس تكوين كل الجسم، يعني هالخلايا فيها تتحول لخلايا كبد، لخلايا قلب، لخلايا أعصاب، للخلايا اللي بتفرز الأنسولين عند مرضى السكري، وهيدا آخر شيء توصلوا له هلا العلماء. اكتشاف طبي. في نقطة كثير مهمة أنا بهمني تكون واضحة تنكون اللي عم نحكي علمي، إنه قسم كبير من الشغل بالخلايا الجذعية وبعده بإطار التجارب. الخلايا الجذعية هي طب المستقبل. يعني لعسنتين النوبل برايس أخذوها علماء عم بيشتغلوا على خلايا جذعية، بس الخلايا الجذعية اليوم عم تعطي نتائج ببعض الأمراض. وكمان بحب كون واضح، الخلايا الجذعية ليست علاج بديل. الخلايا الجذعية بتدخل عند المريض وقت الطب الكلاسيكي بيصير عاجز عن إعطاء أي نتيجة. الخلايا الجذعية لا تشفي، الخلايا الجذعية بتحسن حالة المرض وطريقة عيش المريض. قد ايه بتحسنه حسب ردة فعل كل جسم. أي مريض، مريض بأي أنواع من الأمراض، بأي أنواع من المشاكل؟ في كتير نتائج اليوم، لأنه نحن وقت عم نحكي بالمركز عنا نحكي ببروتوكولات معترف فيها عالميا، يعني أخذ الـ FDA approved، والمركز تبعنا كله تحت المعايير الدولية. في كتير نتائج عم ناخدها بأمراض الأعصاب، في نتائج بتتاخد بالألزايمر. هلأ في كتير أشياء متطورة على صعيد العين والكورنيا وعلى صعيد السكري وعلى صعيد تشمع الكبد، يعني أمراض إذا بتعرفي من اسمهم أنه هون وصل الطب الكلاسيكي ما بقى قادر يعطي نتيجة لهالأشخاص. هون بيفوت دور الخلايا الجذعية أنه تيجي تفوت على هالجسم بعد ما المختبر نحولها للخلية اللي بدنا إياها، إذا للكبد للكبد، تتيجي تحل محل هالخلايا اللي ما بقى عم بتقوم بوظيفتها. بس هون بيصير في شفاء ولا نوعية الحياة تصبح أفضل؟ ما في شفاء، قلت خليني أكون واضح لما نكون عم نغش المشاهدين. بس في شغلة لازم تعرفيها، أنه أنا وقت اللي عم بعطي على الخلايا الجذعية عم بنطلق من صفر، يعني من مريض ما عنده أي أمل. يعني أنا هالصفر إذا تحول لعشرين لو 30% هو تقدم كتير قوي للمريض، يمكن منه تقدم لإنسان بصحة جيدة، بس لمريض بيعاني من هلقة كسور 30% بتعني كتير وقت اللي عم بنطلق من صفر. ما في شفاء بالخلايا الجذعية، وبيكون خدعة كبيرة إذا بنقول إنه الخلايا، إلا في وضع معين اللي هو اللوكيميا، وقت اللي بيصير سرطان الدم. أيوة، وقت بيصير زراعة للنخاع الشوكي من الخلايا الجذعية المخزنة، هون في مجال للشفاء. وهي من الاكتشافات اللي سمعناها مؤخرا واللي عم تثبت فعاليتها وخاصة بالخلايا الجذعية هي سرطان الدم عند الأطفال. مشان هيك وهي اللي خلت يصير تشجع كتير بأوروبا البنك اللي بيحفظ فيه الخلايا الجذعية من حبل السرة بس المرأة تولد. ونحن هيدا فخورين فيه، إنه نحن هيدا أول بنك عم بيصير على الأرض اللبنانية لبلب الشرق الأوسط. كانوا اللبنانيات عم بيبعتوا لبرا، ما معروف لا بأي شروط ولا كيف. وهون بدي وجه شكر لوزارة الصحة اللي عم تتعاون كتير معنا لنجرب نحط قوانين، لأنه بلبنان ما في قوانين، لأن الخلايا الجذعية طب جديد. في تعاون كتير قوي من معالي الوزير ومن المدير العام، وبنشكرهم لأنه تيعرف اللبناني أنه نحن عم نواكب التطور. صح. ونحن هديك السنة كنا بدبي، اشتركنا بورد هيلث توريسم سنتر، أخذنا إيواردز، ربحنا كأكثر مركز ابتكاري علمي بالشرق الاوسط طلع بال 2015، كان في وزاره الصحه وكانت وزاره السياحه اللبنانيه. لانه بنعرف دكتور عزار عند استخراج الخلية الجذعية في طريقه، في بروتوكول معين بيتبع لحفظ هالخلايا، وممكن يتم حفظها ببنك، يمكن لحفظ هالخلايا بقبرص، في بعض الشرك يعني اليوم صار فيها نحفظها بلبنان. بلبنان. كيفيه حفظ هالخلية كيف بتصير؟ نوضح شوي انه فعاليتها بتشتغل على يعني الجسم المستخرج منه هالخليه، يعني اذا انا بقدر فيد حالي بس ما بقدر فيد اختي، اما بقدر فيد خيي، صح؟ لا مش كثير صح. اوكي، بس لنوضح هي هون الافونت. اول شيء كيف تستخرج؟ عند الولاده الحبل السري اللي بالعاده بنكبه هو اكبر مصدر للخلايا الجذعيه.
طبيعي بتكون الست الحامل، نحن رايحين عاملين لها زياره من ريفيفا وقايلين لها شو وعطينا الكيت اللي لازم تاخده وقت الولاده. وطبيعي الحكيم اللي بيولدها بيكون بيعرف كيف بده يستخرج الدم. الحكيم النسائي. طبيعي. من هالحبل السرة لازم تعرف المرأة اللي عم تولد انه ما في اي خطر لا على حياتها ولا على حياة البيبي، بتكون الولادة خلصت، البيبي صار بسايت تاني بيتاخذوا الخلايا الجذعية من بقايا كانت تنكب. تنتاخذ شقفة من الحبل السرة بينحفظ التيسو وبينحفظ الواحد بيتودوا على المختبر. افونتاج الوجود بلبنان وين؟ العلم بيقول انه بعد ست اشهر من استخراجها الخلايا الجذعيه بتخسر 30 لل 40% من عددها اذا ما استخرجت. اليوم وجودنا نحن بلبنان خطينا هاي الخطوه لانه لبنان كله على بعضه وين ما ولدت عم بتكون نحن هالبريليفون اللي انعمل عندنا بالمختبر وعم تستخرج الخلايا الجذعيه ماكسيموم بين 6 و9 ساعات من بعد ما بتصير الولاده. شو بيصير؟ طبيعي هالدم بيتنقى منه كل اللي منا بحاجه له، بتتاخذ الخلايا الجذعيه. على كل خطوه في كنترول بينعمل، كواليتي كنترول لنعرف اذا عم نشتغل مزبوط، لنعرف اذا في امراض معينه عند الام عند البيبي تما تتخطب تما نحفظ الخلايا. في استعداد يعني 100% بعض الامراض الوراثيه. بس نوصل لهالخلايا، الخلايا بتنحفظ بالكنترول الاول اللي بيصير مع الاهل على 25 سنه على ناقص 196 درجه تحت الصفر اللي هو اوطى حراره وصلها الانسان. هيدي بتنحفظ ببنك مثل واحد فاتح حساب بالبنك، هيدي ملك هالناس اللي فتحوا هالحساب اللي حطوا الخلايا، يعني لا نحن لنا حق نستعملها. بس وين افونتاجها لهالخلايا؟ انه لا يعني تستعمل حصريا للولد، فيها تكون صالحه لخيه لبيه لامه اذا عايزه. طبيعي بعد ما تنعمل فحوصات التطابق. لانه في بعض الشرك بيقولوا لا يعني لا منو مزبوط هيدي فقط للتوت منو مزبوط. طب شيء اخير بتحب تضيفه دكتور عزال قبل ما نختم الفقره؟ انا اللي بحب ضيفه انه اليوم حفظ الخلايا الكورد بلاد بانكينج وقت اللي بتولد المراه هي كانه عم تعمل بوليصه تامين على حياه وبوقت بتكلف ارخص بكثير من بوليصه التامين اذا بتشوفها. لانه صدقيني من هون لكم سنه المستقبل هو الخلايا الجذعيه. اللي بيكون حاطط حساب بالبنك خلايا جذعيه انا برايي بيكون راهن على المستقبل وعلى الاكيد راهن على صحه اولاده. عمل هديه لابنه او لبنته لا تقدر بثمن اذا لا سمح الله يوم حصل الايام وعايزه صحيه. شكرا لك دكتور ألبير عزار، اهلا وسهلا فيك، وشكرا لكل هالتوضيحات اللي فتنا فيها اليوم بهالفقره. اما هلا رح نطلع على الشيف وسام، معك هدى. ثانك يو ساشا. من بعد فقرتك الطبيه صرنا بالمطبخ عند الشيف وسام شرتوني. شيف وين صرنا؟ عم شوفك هيك عم اشتغل على رواق مركز وعم تشتغل على رواق، وشفت هون حضرنا اليوم محمد كيفك؟ اوكي صفا. شفتوا هلا عملنا اوكي شو عملنا هلا؟ الكيك. شو هيدا؟ لصبي؟ لصبي. اوكي بدنا خلص اليوم لصبي. مشكلة على طول البنات. اوكي. يعني عنا البابيوني هلا كمان خلينا نشوفها باكثر كيف عم تنعمل على الكاميرا. اوكي. اوكي. دائما بضل شغلك دقيق. ايه طبيعي وبياخذ وقت. مهم. بس بيطلع هيك بيرفكت، يعني هيدا الشيء اللي دائما بنلاحظه. لازم ضروري. يعني انا زعلت كثير ما كنتش موجوده بالفيديو. والله شفتي قهرتيني كمان، تقولي لي والله ما قدرت. معلش المرتي الجايه. يلا ان شاء الله. اوكي هلا شو رح نعمل هون؟ هلا نعمل بابيون فيها تو لايرز. اوكي لتشوفوها كيف معموله كيف تنعمل. اوكي هلا شو اوكي ايه قولي لي بدك تشتغلي شيء يعني؟ لا عم شوف ايه. كيف مسحتها هيك مشان ايه اوكي عشان تلزق هيدي عليها. اوكي حطينا اللاير هون عليها، يعني اخترنا لونين عم نشوف هيك الازرق الغامق وشوية الفاتح. هلا بدنا نعملها جوانح للبابيون. فتنا عملنا تو لاير للبابيون. اجمالا قديش بتاخذ معك شيف تتعمل هيك شيء مثلا؟ بعدنا كنا عم نحكي انه حسب كل تيم له شغله له تفاصيل حسب التفاصيل تاعه. كل ما تكون التفاصيل اكثر ودقيقه كل ما بيكون كثير طبيعي بياخذ وقته اكثر. اوكي
هون هيدا البابيون بيجي بالنص وبعدين ايه. راح نحط البلو صحيح بس هلا ودائما بنستعمل نفس الاشياء يعني دائما بشوفك بتستعمل تولز صغيره ايه اكيد يعني والهون. مثل الكاتر والهودي طبيعي هلا عطوه هون شو بنشوف عنا هون الفلور اللي عم نشوفهم ايه هلا ما طلعوا هدول كمان اوكي هلا طلعنا في كاتر خصصين لهم كيف قصيناهم كيف حضرناهم هدول ما في شيء ايه اعطيني الكاتر محمد اعطيني الكاتر فرجي اوكي بهالطريقه كثير هذا سفاس كثير هذا سفاسيل هلا بناخذها كمان الطريقه كيف بتشتغل بايديك شايف كثير مهمه طبيعي. يعني بتعطينا الفينيسيون اللي كثير اكيد للضروري هلا كمان نفس الشيء بتشتغل بكل دقه اوكي هلا رح نحط البابيون على الكيك تحطيها انت ولا ايه بتحبي تحطيها شفتي البابيون واو وين قررنا نحط البابيون؟ حطيها هون اوكي يعني بصير اوكي ما بدنا نزع مش حاطين الكفوف ما بدي اوكي ما بدي كثير حلو فينا نشوفها واو فينا نشوفها اكثر كثير حلو يعني هيدي من اللمسات الاخيره هيدي اهم شيء بالشغل طبيعي هلا بشوفها العالم اكيد تكون شوي سهله بس بدها دقه شوي بس هي بدها دقه كثير بعد شوي رح نرجع لعندك شيف ونشوف اخر شيء كيفاش رح يطلع رح نرجع لعندك ساشا وضيوفنا صاروا جاهزين نبقى بصالون الشوكولا اللي تخللوا عرض ازياء من الشوكولا لفستان صار في عليه تعاون بين ضيفنا مصمم الازياء محمد جابر اهلا وسهلا فيك يا اهلا فيك وضيفنا المعتاد الشيف وسام شرتوني مثل ما كنا عم نحكي معه ومحمد نبلش معك من صالون دو شوكولا خبرنا هيدي اول مشاركه لك بالمعرض مزبوط هيدي كانت اول مشاركه لي بصالون دو شوكولا اوكي وحبيت أقدم شيء كتير جديد بسالون دي شوكولا من واحد كوليكسون اللي أنا عم بشتغلها تبع 2016 دونك اللي اعتمدته من وراء تيم ألف ليلة أو ليلة اللي هو تيم بيحكي برنسس ملكات جواري حتى اعتمدت نفس التيم بفساتين اللي عرضتها بسالون دي شوكولا بين البرنسس أو الجارية كرمال السلطان وكمان الشخص الساحرة مثل ما بقوله أوكي. اللي كانت شار بألف ليلة وليلة طيب في معنا صور هيك على التليفون لتصميمين مزبوط. معك فينا نشوفهم أكيد. على الكاميرا لناخد فكرة بس أكتر عن شغلك أكتر عن التصميم أكيد بنشوفه أكيد على الكاميرا اللي حدك محمد أوكي هيدا أول روك نقرب شوي أوكي أوكي هيدا اول روب كان مع الشيف طلال عيسى هيدا هو اللي اعتمدت الساحره فيه أوكي. اللي كان كله سنيكس الكاب تبعه كلفنا 700 بيس من الريش رح نوضح اكثر عن الكاب او الكاب كان كله شوكولا 700 بيس تقريبا وفي عنا الشروال والكورسيه اللي تعاونت مع الشيف وسام الشرتوني اللي هو كله عن الاحرف العربيه الشروال كله احرف عربيه من الشوكولا اوكي والكورسيه كانت معموله كلها من الشوكولا بطريقه اوكي بطريقه كلها مزخرفه مع الارابيسك وهذا الناس حبوه لانه شوي هيك الخط العربي الاحرف العربيه على الفستان كان شيء كثير حلو 100% هو الناس دغري لقته اوريجينال انه الأحرف العربية أنا استوحيتها من كلمة ألف ليلة وليلة كيف تنكتب دونك حبيت حطها بطريقة خاصة أنه تراثنا العربي يعني ألف ليلة وليلة حبيت حطها على الشروال بطريقة كيف عم ركب دانتيل أنا قماش عادي حطيت شوكولا على الشروال أوكي والكرسي اعتمدت عليها الأرابيسك الناعم بطريقة هي كلها مزخرفة في بيز وفوقها في الارابيسك النافر شوي نافر طب شو الشوكولا اللي استعملتوها واستخدمتوها للتصميمك هو كان شوكولا بلجيكي اوكي بس نوعيته يعني
كثير لازم يكون مهمة وخاصة البات لما بدون يعجنوها الشفية ما تكون بتعذب وما تكون مثل العجين يعني بدها تكون أقسى شوية من غير عجينة لأنه بالآخر هيدا شوكولا بدون لبس كمان بدون لبس تاني شيء في عم يتحرك يعني يمكن إجرع إجرع بتنكسر 100% سو هيدا الشيء اللي اعتمدناه أنه كانت يعني عن جد بدي أتشكر كثير شيف وسام الشرطوني لأنه اعتمد العجينة جربنا يمكن عجينة تانية فدغري انكسر اعتمد عجينة هو يعني it was perfect 100% طب محمد قديش حسيت هذا الشيء صعب يعني نحن كمشاهدين وحتى اللي شاف العرض بيشوف الاوتفيت انه شيء كثير سهل التنفيذ بس انه مميز بس انتم اللي اشتغلتوا عليه يعني قديش تجربوا مره واثنين وثلاثه وبتعدلوا بالموديل ليصير مناسب للفاشن هو نحن از ديزاينرز هو اكبر تشالنج لنا الرسمه حولها لرياليتي كيف اذا رسمي من الشوكولا عم تحوليها لدريس عن جد من الشوكولا عندنا كثير صعوبات بدنا نحسب لها ان كان بتقل الفستان لانه تقل شوكولا عم يتقل وهيدا الشيء اللي صار بالكاب يمكن تقل الفستان عندنا طريقه تلزيق الشوكولا لانه حتى بتلزيق الخصوصي للقماش الشوكولا ما فينا نلزقه لانه بيحمى وبيدوب سو جربنا مره ومرتين باكثر من نوع تلزيق السياج عمل اكثر من مره على المانكان كرمال ما ينكسر شيء لانه حيلا شده لورا كورسيه او حتى الشروال ليفوت اعتمدنا طريقه بالتلبيس يعني ما فينا تلبس الموديل الشروال عادي في الموديل الشروال بده يلبسها على الموديل هلا صار عندك خبره شوي مع الشيف وسام شرطوني والشيف وسام اخذ خبره منك بالتصوير صحيح 100% حتى بالكوكينج فيستيفال والصالون دو شوكولا كان الشيف منزل على الستاند تبعه دريس كوكو شانيل كمان هيدي يمكن صار التبادل بيناتنا نفسته بعض شوي نظهر شوي هلا من عالم الشوكولاته نحكي شوي عن نرجع للاقمشه وللازياء اللي بعدك مبلش فيها جديد يعني كيف بتفكر انه تكون انطلاقتك كمصمم انطلاقتي اكيد ما حتكون هينه بالاخر نحن وصلنا لوقت ديزاينر صاروا كتار وكل حدا عنده الفيزيون تبعه دونك عم بشتغل شوي شوي بس عم بعتني التام كثير حلو هو يعني فينا اعتبر الكولابوراسيون بين السلام والحرب دونك حتشوفوا بالكوليكسيون الالوان الاسود والابيض اكثر شيء بارز اكيد في غير كولور يعني غير الوان بس معتمد انا اي الوان غير في الليلا اللي أوكي. كمان هو لون كثير دارج هيدي السنين وفي اكيد لروب روج لانه كمان لازم تكسر كل شيء بالسلام اللي هو الحب الفستان الاحمر وقصت شوي على شو اعتمدت؟ قصت اعتمدت شوي رويال اكثر، يعني ملاحظ انه حيكون بالكوليكسيون تبعي في كثير الكل العاليه، في كثير الايبوليت مشؤولين، يعني عم بعتمد ذا كوين اوكي بكل صفاتها ان كانت منيحه او كانت سيئه لانه انا بهمني تطلي كمان تطلي كون دائما طلت كوين بالفستان اوكي وكمان بتتوجه اكثر للمراه الكلاسيكيه وللعصريه ممكن نقول هلا بفضل انا المراه الكلاسيكيه اكثر يعني بتوجه لها لانه بطريقه غير مباشره بيعطيها يمكن قيمه اكثر اللبس الكلاسيك عن شوي بس اكيد بدك تدمجي معه العصريه خلينا نشوف بعض من تصاميمك على رنوي برنامجنا بانه كل الجوف بيتعجبوا شوي بالتالي يا عمي هكا توقع سو رح نبلش مع اول موديل والتصاميم خبرنا شوي عن اللي عم نشوفه اوكي هيدا يمكن مثل ما بقولوا هيدا لارو برينسيبال بالكوليكسيون هو ذا كوين مثل ما بيقولوا كله مصنوع من قماش الحرير اللي مدخل له خيط القصب أوكي. ومطرز بطريقه العروقه بس عروقه العروقه البيضاء الحلوه الكاب اللي اعتمدته شوي من روما اللي فيه درابي بطريقه انه تبرز السيده اكثر بالدريس في شوي ستيل يوناني كمان نوعا هذا اللي عم بقوله في مزجت باكثر من شيء في عندنا الكل العاليه اللي هو اللي يبين لها اكثر انه شيز رويال دريس وفي عندنا الدرابي اللي على الكاب من ورا هيك برزنا بطريقه عصريه الظهر وبطريقه أوكي. كمان كلاسيكيه اكثر للدريس اوكي الفستان الاسود واو الفستان الاسود كمان بيتميز ب
قماش ري في شوي جورسي في اعتمدت فيه الكول العالي كمان مع الابوليت والكتاف الواقفين لانه ببين شوي طريقه انديركت انه قوتها للمراه وتدخل المراه على سهرتها بطريقه قويه اكثر وخاصه اللون الاسود ديجا شيكته ما بيعطيها لحدا يعني صح دارج الابيض والاسود كمان رجع دارج شويه الابوليت لي زيبول يكونوا طالعين شويه هيك يعني عم نرجع شوي لورا عم نرجع للس 100% يعني في كثير قصص عم نرجع لورا عم تبين اكثر هلا والقصة على الظهر كمان حلوه يعني القصة على الظهر هي مثل ما قلت انا عم بنزج بين الكلاسيكي وبين العصري فالقصة على الظهر برزت لها جمال ظهرها للسيده بنفس الوقت برزت لها شياكتها انه منه بالاخر في لازم يكون الفستان بطريقه شوي برز لها للمراه كل تفاصيلها بس بطريقه محترمه طب محمد يعني اليوم عم بتحاول تخلق تاتش مميز فيك لتميز عن باقي المصممين الجدد يعني هلا عم بشقوا طريقهم بعالم الازياء البصمه اللي حابب تميز فيها هي عن المراه الكلاسيكيه كيف يعني بشوف الدرس شو بيقول هلا اكيد انا ما فيني اعتمد تيم واحد لانه بالاخر مش كل السيدات بحبوا نفس التايب سو التنوع لازم يكون مفروض على الكل بكل دريسز بس عن جنرال مثل ما قلت سيدة لازم تبين أنيقة عندي عم بعتمد كوليكسون لسيدة تبين رويال وومن هيدا أكتر شيء عم بعتمده بالكوليكسون 100% بس كمان بنفس الوقت بالكوليكسون يعني هلا حنشوف الفستان اللي لا هو فستان يمكن خرج شبينة خرج صبي يمكن أكتر من غير بدنا نعتمد كل الأعمار وكل ال يتناسب مع كل السيدات والأزواج 100% كل ما بقدر ما هو مهم كمان انه نشوف الستايل او الموديل تبع الفستان كثير مهم كمان انه نركز على القماش شو هم الاقمشه او اللي بتفضل انت تعتمدهم او تشتغل عليهم اكثر شيء لهيك نوع من الفساتين هلا الاقمشه اللي اكثر شيء يمكن هلا انا رح ادخلها شوي هو الاقمشه الهدله اوكي الهدله بطريقه لانه ليلى مثل المسلين فور اكزامبل لانه اذا عم بعتمد كاب او عم بعتمد شوي هيك شيء يمشي مع للسيده دونك الاقمشه الهدله كثير مهمه بس بالوقت نفسه في عنا الاقمشه اللي بتفصلها للسيده هيك تبرز لها كل جسمها بطريقه مضبوطه ومرتبه اوكي رح نشوف الموديل معنا صارت جاهزه ونشوف الفستان اللي بعده اوكي شو بحبها كثير كثير اوكي يا اوكي هيدا الاوفرول كمان من الكوليكسيون الجديده هلا اكثر شيء عم بعتمده كمان طريقه الشك عم بحب غير فيها وعم بجمع يمكن اكثر من نوع شك بدرس واحد دونك هون معتمدين يمكن اللولو اللي مبرز على الكتاف وهيك على الايدين مضبوط ليبينها رويال اكثر بالكتاف حتى الكول من ورا في عنا كل المولاج كان بالكول من ورا عباره عن اسكارجو شوي بطريقه غريبه الموديل بس بطريقه عم تمثل الرياليتي كلها تيجي من ورا القماش هو هيك الاسود او في شك كمان من جانب الخصر الخصر في استخاص مضبوط هو اعتمدت انا مثل باز شك اسود اللي موجود على الخصر وباز ثاني شك اللولو اوكي هذا الدرس الليلال اللي حكيت عنه 100% القماش وموسلين اكثر شيء موسلين وتول وتول مضبوط 100% هذا الفستان الليلال اللي هو حتى اذا عم نمشي شوي بالدانتيل يعني كل قماشه لها شكه هيدا الدانتيل بيجي انعم من غيره منه نافر سو بيتطلب منه طريقه شك مختلفه اوكي واعتمدته انه يكون لتلبسه الصبي يمكن لحتى تبين اكثر بالعرس خاصه مع يكون فستان كلاسيك بس شوي نافش بمحلات مع انه ذكرت العرس محمد خصيت شيء العروس بقطعه معينه ولا بعد فستان عرس ما هلا اكيد بالكوليكسيون في فستان عرس وفي فستان عرس منزله مثل ما بقولوا مش على الكوليكسيون تبعي سو كسرت الكولر التقليدي يعني شوي مضبوط هو الكولر حكون جري جماعة بين الفستان الأسود والأبيض بفستان عرس حيجمع
رويال كوين بس بطريقة عصرية. غير الألوان اللي شفناها بالكوليكسيون الأسود والليلا، في ألوان تانية معتمدة؟ في مثل ما قلت في الأحمر معتمد، في البلو كمان معتمد أوكي. لأنه هلأ كتير عم يطلب الكولور بلو. قبل عن جد يمكن كنا نمشي على كولور بلاك أند وايت أو باش حتى، هلأ عم تفوت الألوان شوي الكلير أكتر، بلو جون كلير، فهذا الشيء عم بعتمده. الموديل الأخيرة رح نشوفها مع آخر تصميم ونعلي عليه إذا صارت جاهزة. صارت ردي عم بيقولوا لنا اوكي، بس بطل بدها غير رايها. احنا ومتشوقين نشوف الفستان. اوكي البلاك دراس ذا بلاك على الاسود اللي هو البلاك دراس دائما له شيكته لحاله، ما بيعطي الشيكه لحدا ثاني. اعتمدت في هيدا الدراس الدرابي بطريقه حتى جمعت الطريقة الفرعونية من اشتغلت عليه بلي أكثر شيء مضبوط، بلي من قدام وكله درابي على الكورسيه بطريقة صولية جايين بتحسون عم يطلعوا من قلب الفستان. يعني قديش بسيط هالفستان، قديش وشيء قديش أنيق 100% كثير حلو. بدك تحسبي حساب اللون، بدك تحسبي حساب الشغل الموجود بالفستان، يمكن يكون كثير سهل ما في شيء، بس في شغل بالفستان دغري بتصير تقولي اف، يعني هذا هو هذا هو البديه، يعني لازم كل سيده لما تشوف الفستان تلاقي حالها فيه، تلاقي حالها فيه 100%. وخصوصا اذا شفنا يعني من الكوليكسيون تبعولك بنشوف اتجاهك للمره العصريه والكلاسيكيه وأممتون شيك إليغون، وهيدا اكثر شيء يعني بيبحثوا عنه اجمالا السيدات. صح، شكرا محمد، ثانك يو على وجودك معنا مرسي. اكيد وبنتمنى لك التوفيق بهالمسيره اللي عم تختارها اكيد ومجال الازياء. اخر فقره من حلقتنا باش تكون مع ضيفه مميزه وعزيزه علينا ورجعت بعد سنين غياب عن الساحه الفنيه اللي هي ريمي بندلي اكيد، فانتظرونا باخر فقره بريك قصير وراجعين. ما تنجمتش بسبب صراعات مع مشاهير؟ أنا بنتي أنا حر، قلتي لا أعرف دورا ممنوعا. في نجمات كتير قلعوا، مهما قلعوا ما كانوش نجمات أغرب. الرقاصة ما تقعدش على كرسي المذيع. الإيحاء السيء ده اللي بتلمحي عليه أنا ما كنتش عارف. فشلت جماهيريا. مين اللي فشل ده؟ تكلمي عن مين؟ ما حدش نجح زيي. موضوع مش كبير أصلا. بتسمي عدائك لبعض الشخصيات إيه؟ بشع، مش إنسان. سعاد حسني دي في حتة وبقية الناس كلها في حتة تانية. في هذا الإعلان لا تتخيلي رد الفعل إيه؟ مشاهد ساخنة ولا لأ؟ ما قلتش أمسان. لا لا. إذا كان من الموت بد فمن العار أن تموت جبان. مصارحة حرة الأربعاء الساعة 9 المساء على الـ LBC. جديد الفنانة أنغام، أحلام بريئة لسه فاكرة أيام. يمكنك الآن تحميل أحدث الأغاني كول تون من الألبوم الجديد أحلام بريئة فقط. قم بالاتصال على رقم موبينيل 9999 رقم دو 1560. أهي جاد أهي جاد أنا بين البنين طول ما أنت بعيد أنا بطمن أكتب لك تعهد تسيبني حتى نقصة أنا مش حبيبتك صفحة وقبل ما تقفل ما عمري ما هنساها بصورة فترة في حياتي عن ذكرى الموسيقى لحظة غروب الشمس وشرق أول مرة أقول أنا نفسي حالياً في الأسواق أنا ممكن أكتب لك تعهد. إنتاج روتانا. عليك
سلامي عليك. ما شاء الله انت تقدمت جدا. ايه ده انت هبلت كده ليه؟ يلا احنا في البلاط يلا تعامل عيب. مره واحد من ثلاثه استنصاد استنصاد. انا مش قدها خلاص. أبا أبا دودو أبا دودو. شربت مقلب شربت مقلب أحلى ضحكة في مصر. سهرة السبت على الـ LBC. مين تراجع؟ ساعة موسيقية بامتياز نسمع فيها أجمل وأنجح 40 أغنية بالوطن العربي عم بيتنافسوا على المركز الأول بالسباق الرسمي والوحيد شارت توب. توب 40 ثلاثة ساعة 7 المساء على الـ LBC. متابعة ببيروت، ورغم غيابه عن الساحة الفنية تحديدا حوالي ما رح نقول بعد أغاني ريمي بندلي عالقة بذكرتنا وخصوصا الجيل يلي بينتمي لهالمرحلة، إلا أنه غيابه ما طول كتير، فهي اليوم بضيافة برنامجنا ببيروت وعودة كتير قوية، يعني أسامي كبيرة من الفنانين اعتمدوا سياسة السينجل، إنما ريمي بندلي ضيفتنا العزيزة على برنامجنا ببيروت راجعة بألبوم بعنوان منسيت، رح نحكي أكثر عن تفاصيله. أهلا وسهلا فيك ريمي. بونجور، شو اخبارك؟ الحمد لله كثر خيرك. تمام، نورتي بيروت. ميرسي، بيروت منوره، بيروت منوره فيكم. اهلا وسهلا ريمي، مبروك الرجعه ايضا بالبوم بعنوان منسيت. خبرينا شوي عن تفاصيل هالعمل هالالبوم وقديش مراهنه على نجاحه. متكله اكثر شيء على حبه الناس، هن نجحوا لهيدا الالبوم، والبوم منسيت هو مشوار كل شيء قطع من زمان، يعني من انا عمري 16 سنه لليوم اشتغلت عليه هيدا الالبوم وحضرت الاغاني. بيتضمن 9 اغاني من كتابه مختلف الشعراء، بذكر منهم الشاعر الكاتب كميل سلامه، انطوان شمعون، وسام شديا، سميه مردكوش، محمد علي الضيقه. انا كنت بغنيه بالالبوم والالحان كلهم الحانه، والتوزيع الموسيقي للفنان مايك ماسي. هيدا الالبوم ومنسيت، لانه منسيت حدا، منسيت اللي بحبوك، الناس اللي بيحبوك. مزبوط. يعني ما في ما احلى من كلمه منسيت لنعبر على العوده الى الساحه الفنيه. اغنيتك كمان اكيد بحبك اللي على مواقع التواصل الاجتماعي واللي هي نموذج عم باللي بيحملوا الالبوم، حسيت انها تعاملوا وتفاعلوا الناس معها بالطريقه كنت تتوقع انه نجاح لهذه الاغنيه؟ لا اكيد ما كنت متوقعه، بس كنت منتظره انه يحبوها الناس، لانه انعملت بطريقه سلسه تكون هينه لحتى تفوت بالدينه وتفوت على قلوب الناس، يعني عن جد تفاجأت. والسوشيال ميديا كثير بيساعد انه ينشر، والناس اللي بتحبني كمان ساعدت انه هالغنيه تصير انه موجوده على هالساحه، وهذا الشيء فرحني الماكسيموم. يعني ليش اخترت التعاون مع الفنان مايك ماسي اللي بيقدم كمان نوع فن مختلف عن هلا عم نسمع على الساحه الفنيه؟ يعني انا ومايك تعرفنا على بعض وقت اللي هو كان عم بيعمل البومه الاول يا زمان، وسمعت شوي من الالحان تبعه والتوزيع تبعه، حسيت بيشبهه في شيء بالخط الفني، يعني في شيء سحرني، يعني حسيت حالي انه لازم يكون في تعاون بشي طريقه. هلا ما كنت عارفه كيف وما كنت عارفه اي متى، اخذت معي 4 سنين الشغله مش كثير. بس اتليست رجعتي
الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله. والشغل مع مايك فريد من نوعه، يعني اثنيناتنا موسيقيه، اثنيناتنا بنفهم بشو بنحب وبنعرف شو بدنا. بقى هذا الشيء صعب وهين بذات الوقت، لانه في ذوق، يعني ذوقي وذوقه بيتماشوا مع بعض. عن جد اندمجنا بشكل مش طبيعي. كمان موجه له تحيه. موجه له تحيه اكيد لمعك. كمان ريمي، الملفت للنظر انه بالبومك بنلاقي هيك ميلونج، يعني العديد من الاغاني بين الرومانسيه وبين الاغاني الراقصه، كان مقصود هيدا الشيء بالالبوم؟ مزبوط، انا كان كل همي العالم تتعرف على ريمي هلا، لانه هن بيعرفون انا وصغيره. الاغاني اللي كنت غنيهم قبل يمكن كانوا على قد قياسي انا، على قد عمري. بقى قررت انه هيدا الالبوم بده يكون انه ديجا انا صرت مرة كبيرة ناضجة، وقطعت بتجارب كتير بهالحياة، أهم شيء الرومانسية وقصص نوستالجيك، يعني عشتهم مثل غنية ستي مثلا بحكي عن صورة التيتا. يعني وفي غنية للبنان، يعني ياخدي كمان غنية وطنية. وأكيد الحب والرائس والرومانسية. سمعنا شيء. نسمعكم شيء. نسمع شو عبالك. يلا أكيد. مش يمكن أكيد بحبك بس بالي مشغول، يا ريت تقلي شو بدك وشو ما بدك قول. ما صعب كتير علي بس تحكي ارتاح بعيني، أحزانك شو بتعمل فيه سكوتك مش معقول. هلا وسهلا هلا. هالشيء الصغير بس سمعنا. على كل حال بانتظار الالبوم نحن منسين ان شاء الله. خبرينا شوي عن تفاصيل هالعمل، قد ايه كان ممتع، قد ايه كان صعب اختيار الاغاني، وخاصه مثل ما ذكرت ريمي، يعني نحن بنقول ريمي بندلي، هالصوره الطفله البريئه، غنت الطفوله، غنت لبنان، غنت كثير يعني اغاني بعدها بذكرتنا، تطلع من ضمن هالصوره وهالاطار. هي كمان كنت كثير صريحه على كيف بدي اطلع من هالصورة، لأنه أنا مش الهدف أطلع من هيدي الصورة، الهدف أنه خلي العالم تشوف ريمي اللي ما بقى كتير انوجدت بفترة من الوقت، يعني وعرفهم على شيء جديد، شيء أنا، شيء بيشبهني. نقينا الأغاني يعني ما كان في صعوبة لتنقية الأغاني، في أغاني كانت معمولة من قبل، حبيت أنه لا ضروري يعرفوا هالمرحلة من حياتي أنا شو كنت عم بحس، لأنه هيدا الألبوم بيحكي عن كل شيء عشته تقريبا بكل هالفترة اللي قطعت، يعني تجربة خاصة. تجربة خاصة وانتيم، يعني منا يعني ما في تفلسف، في كتير بساطة، في كتير صراحة إذا بدك. بقى هيدا النوع من الأغاني. ما بعرف عن جد، يعني إن شاء الله العالم تحبه، لأنه عن جد اشتغلناه بحب وبمحبة، وأهم شيء إنه كنت عم فكر بكل الناس اللي عن جد داعميني ومشجعيني إنه يلا ريمي اعملي شيء، لازم ترجعي، يلا لازم ترجع الساحة الفنية، وأكيد اشتغل بحب ومحبة ومن قلبك وإشي انتيم، سو لازم ينجح. بعدنا متابعين معك ريمي، بعدك باقية معنا أكيد، ما بدنا نخليك تفل، أتمنى مشتاقين لك في لبنان. فاصل قصير مشاهدينا وراجعين متابعين حلقتنا. هالأسبوع النجمة اللي كلنا منحبها بحضور المميز وعفويتها المعتادة نانسي عجرم بمقابلة خاصة وحصرياً عبر الـ LBC وقنوات روتانا بيباب سبيشال هايلايت بحلقة الأسبوع من مجموعة فرفشة الجديدة من دار المجوهرات العريق بالشرق الأوسط داماس. تابعوا كل أخباري مع أنجيلا ببوب أب نانسي عجرم. بوب أب ليلي الساعة 7 المساء على الـ LBC. In the dark I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off my clothes. تنواكب الموضة ونكون glamorous منه سهل أبداً،
بده أنه نبقى دايماً على اطلاع على كل الترند يلي عم يطلقوها الفاشن ديزاينرز. أنا دايماً بختار كاتووك لأتعرف من خلاله على أخبار الموضة. كاتووك يومياً الساعة 11 المساء على الـ LBC. كثير من أغانيها بحبها أغاني. ما بيفوز اللي بيطلع من من الأواخر هو اللي بياخد هيك قلوب الناس أكثر. يا ريس بحرية حطيت معهم صغري وعليهم هني طويل ما وعدتك بنشوف الليل لطرح من غيوم الشمس. سولا تنين الساعة 9 المساء على ال بي سي. ديروا علي يا حمام فوق سطوح بيوتنا رجعت ايام الربيع والشمس ببيوتنا. هلا بعرف انه كثير انترفيوز وتعبانه رمي وعم تريح صوتها قد ما فيها، بس انه بس هلا احنا منسجمينك مع الاغنية بعد ما عم فوت شوية. يلا بكره بتجيتوا على اللونشينج اذا الله راد. توقيع الالبوم امتى رح يكون؟ ب20 الشهر اذا الله راد. وين؟ بالفيرجن ميجا ستور بداون تاون بيروت على الساعة 5 لكل الصحفية أهلا وسهلا، وعلى الساعة 6 لكل اللي بحبوني وعبالهم يشوفوني ويقابلوني. اكزاكتلي رجعتك. وب 21 الشهر كمان بطرابلس كمان رح أعمل لونشينج بطرابلس على الساعة 7 بمسرح بيت الفن، وناطرة كل اللي بحبوني بطرابلس كمان أهلا وسهلا فيكم كلكم. كمان حسيت شوي عم تغني من أغانيك من ألبومك الجديد في شيء بيشبهك، بعضه بيشبه ريمي يعني، وفي شيء هيك من الطفولة أوميمتون موجود، كرمال هيك رجعت للكلمة اللي أنت قلت إنه هذا الألبوم أنتيم، يعني شيء خاص فيه ما فيهوش كتير تفلسيف. مزبوط. بس رجعتك للساحة الفنية أوميمتون كانت رجعة هيك قوية بس لوحدك، يعني عم تخوض هذه التجربة بألبوم كامل بدون ما يكون فيه شركة إنتاج بتساعدك. مظبوط. عم تراهن على النجاح بدون شركة؟ أكيد صعبة وأكيد أخذت وقت كتير وفكرنا كتير بكيف بدنا نرجع وبأي طريقة بدنا نرجع، وحتى يمكن صار في أحاديث مع شركة إنتاج، بس أنا فضلت إنه يكون هيدا العمل، لأنه أول عمل يكون على راحتي أنا، يكون إنه أنا أكون حرة حرة حرة، ماني ملتزمة مع حدا ومرتاحة على قليلة، أنه مرتاحة مع الشيء اللي عم بقدمه وعندي ثقة بهذا الشيء. وإن شاء الله أكيد بيلاقي النجاح ريمي. انبسطنا كثير بحضورك معنا، بعرف كثير مشاهدين هلأ عم يتابعوكي ومشتاقين لطلتك. وأنا مشتاقة كثير. كل التوفيق لألك ريمي بندلي، انبسطنا بحضورك معنا، أهلا وسهلا. وشكرا للشيف وسام شرطوني رفقنا اليوم، وشكرا على هالكيك المميز، أهلا وسهلا فيك شيف، وملتقانا أسبوع الجاي مثل العادة. والشكر الأكبر لكل المشاهدين اللي تابعونا لحلقتنا اليوم، إن شاء الله تكون نالت أعجابكم، ما رح طول عليكم كتير، انتبهوا لي على حالكم، نشوفكم بكرة إذا الله راد. إلى اللقاء. إلى اللقاء.